مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد الأخير أما قبل الأخير من الشهر الفضيل. إذا ككل سبت، كل سهرة سبت نتكلموا على أهم الأحداث السياسية اللي وقعت خلال هذا الأسبوع. إذا الجمعة العاشرة من الحراك، هل بقي الحراك بنفس الوتيرة وما مدى تأثير الحراك على الجانب الاقتصادي؟ ولهذا أسعدت باستضافة السيد حسن خليفاتي المدير العام لشركة التأمين أليانس، شكرا على قبولك دعوتنا. شكرا. كما أرحب بالناشط السياسي الغني عن التعريف سيد سمير بالعربي، شكرا على قبولك دعوتنا. شكرا. وأسعد كذلك باستضافة السيد بن عامر بالقاسم، إذا قيادي في حزب الأففاس وكذا رئيس بلدية الناصرية ببومرداس، شكرا على قبولك دعوتي. كما أرحب كذلك بالخبير الاقتصادي السيد فريد بن يحيى، شكرا على قبولك دعوتنا. كذلك مواعيد كثيرة ولكن حابوا يكونوا معنا اليوم في برنامج الجزائرية شو. وأغيلاس أمقرا اللي راح يرافقني في تنشيط هذا البرنامج، روح غير بالعقل أغيلاس. بالعقل. إذن ربما السؤال الأول سيد خليفتي، ربما كنت الأول أو من الأوائل كرجل أعمال لينزل إلى، باش ما نقولوش الشارع، نقولوا إلى هذا الحراك الشعبي اللي كان منذ البداية يعني حماس كبير وسط الشباب. كنت من بين هاد الشباب اللي قالوا لا للعهدة الخامسة، لا للاستمرارية. إذن فهمنا، هل كانت صعوبة عليك أنك تكون رجل أعمال وفي نفس الوقت كنت شاركت في الحراك؟ شكرا على الاستضافة. في الحقيقة اتخاذ القرار يعني للنزول إلى الشارع في بداية الحراك كان قرار صعب، لأنه الأمور ما كانت واضحة، لكن كان لازم نفهم اتجاه التاريخ، يعني اتجاه التاريخ أن الجزائريين حتى ولو كانوا يعني في وضعية وين أهينوا يعني بالصور اللي كنا نشوفوها يعني تاع عبادة الكادر، ويعني يعني سنة 2018 كانت مهينة للشعب الجزائري، يعني الأحداث السياسية على الجانب السياسي، لكن احنا ما كناش متقبلين الوضعية من قبل. وكان لما جت هذيك الهبة الشعبية، أنا قلت في أول يوم، قلت أن رجال الأعمال كنخبة مكانهم في وسط شعبهم، يعني في وسط الشعب ولازم يكونوا مع الشعب. لهذا أنا خرجت بصفتي الشخصية وبصفتي عضو من هذا الشعب، وقلت أنه ما يمكنش أنه نبقى في الـ يعني ننتظر، وكان لازم ناخذ مخاطر. هي كانت مخاطرة. نعم. وخلصناها، يعني كانت هناك تضييقات، كانت هناك في سيد خليفتي. نعم. ما ظنش عفوا أنه لو كان ربما لو رجال الأعمال وحتى الأحزاب، رانا جايين الأحزاب السياسية موالاة أم معارضة، يعني قامت بدورها، الحراك ما يكونش، ربما الشعب يقعد يخدم في المؤسسات، ولكن على باله أنه هناك أحزاب، أنه رجال أعمال راح تجيب له حقه. حقيقة هي لو نشوف قبل الجزائر، يعني تاريخ 22 فبراير كان تاريخ مفصلي، يعني كان قبل 22 فبراير. نعم. وبعد 22 فبراير، لأنه قبل 22 فبراير كانت المعارضة يعني ضعفت، باش ما نقولش ضعيفة، ضعفت، كانت حتى كل المؤسسات ولا التمثيلية من أحزاب ولا من جمعيات ولا من جمعيات مهنية كانت ملغمة، كانت كلها ماشية في وتسبح في كوكب العهدة الخامسة. وكانت يعني كانت وجوه من المعارضة، كانت لأنه ما تنساش بلي اليوم الهبة تاع 22 فبراير، أنا في رأيي ما كانتش سبونتاني، ما كانتش. نعم. كانت هناك تراكمات، كانت هناك في 2014 كانت حركة بركات مواطنة، كانت قبل 22 فبراير، كانت بعض المعارضة حتى داخل الجمعيات ولا داخل بعض الأحزاب ولا الأحزاب المعارضة كانت تحاول، لكن كان هناك التضييق، كان هناك يعني تكسير من الداخل. لكن لهذا الشعب، نظن الشعب الجزائري بعد أن شاف
انه الامور رايحه تمشي يعني بغطرسه ويعني يعني باهانه لهذا الشعب اللي كان من الشعب اللي دار اكبر ثوره في 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 القرن التاسع عشر يعني اول نوفمبر 54. نظن انه 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 الشعب هذا قال انه كفى ومشات الامور. هل شعبيه حسن خليفاتي زادت بعد 22 فبراير؟ والله لا ما قسناهاش مانيش عارف. اذا من بعد نعاود نولي للاف سي او حتى نتكلموا على تجميد عضويه حسن خليفاتي. اذا سمير بالعربي اليوم لو كان نعاودوا نتكلموا على هذا الحراك الشعبي، ربما هناك تخوف رمضان الكريم على الابواب، هل الحراك راح يبقى بنفس الوتيره اللي عرفها من 22 فبراير حتى الجمعه العاشره؟ لو كان تحطنا في الصوره الجمعه امس العاشره كيفاش كان؟ كيف شافها سمير بالعربي؟ والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك ومشكورين على الدعوة وتحية للببليك. الله يبارك شباب ان شاء الله. هذوما الشباب اللي رجعوا لنا الامل صحيح واعطونا قوة دفع في مواصلة النضال وطمأنونا ان الجزائر بخير والحمد لله. صدقيني كي ننزلوا للشارع كل جمعة ولا خلال ايام الاسبوع ونلقاو هؤلاء الشباب اللي اكتسبوا من الوعي والحكمة والصبر، نتأكدوا ونطمئنوا أن الجزائر بخير وأن الجزائر مهما حاولوا ومهما جربوا ومهما تآمروا عليها في الداخل وفي الخارج هؤلاء ما يقدروا لهمش. احنا غلبونا في مرحلة سابقة، تآمروا علينا في الداخل وفي الخارج، تآمروا علينا الأحزاب، تآمرت علينا السلطة، تآمر علينا الإعلام، حاولوا تشويهنا، ولكن نظن باللي وصلنا الى مرحله انه هؤلاء الشباب ما يقدروش يتامروا عليهم من جديد. وعلاه ما يقدروش يتامروا عليهم؟ لانهم توحدوا حول مطلب واحد وهو بناء جزائر جديده ان شاء الله، وهذا ما نتمنى. بعد 10 جمعات من يوم 22 الى غايه الامس نظن انه الحراك ما زال محافظ على ثلاث نقاط مهمه جدا. انا نكررها وبعض الناس يقولوا لي راك تكرر في نفس الكلام في البلاتوهات، ولكن لازم نعرفوا باللي هذه ثلاث نقاط مهمه جدا اللي هما لانه ما جاتش من السماء. نعم هذو من النقاط هي الوحدة تاع الجزائريين، والوحدة دي كانت مفقودة. هذه نتفق عليها أنا شخصيا لأن الوحدة مهمة. وحدة الجزائريين نعم. وحدة الجزائريين مهمة جدا لأن النظام من 62 إلى غاية اليوم مشى في نفس الأساليب تاع المستعمر، سياسة تفرق تسد، ولكن بعد 22 ما بقاتش تفرقة، ولات كاينة وحدة تاع الجزائريين بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم وإيديولوجياتهم. النقطة الثانية هو الصبر، كسبنا صبر كبير لأنه احنا كنا شعب مقلق، شعب مديقوتي، شعب يكره بعضاه، شعب ما يحملش بعضاه، شعب ما هوش يعرف بعضاه. اكتسبنا ثقة ولينا نقدروا نتعاملوا مع بعضنا ونمشيوا ومسيرات مليونية رائعة لتشارك فيها معظم العائلات الجزائرية، جمالية جدا، أبهرت الداخل وأبهرت الخارج. والنقطة الثالثة وهي الوعي، الشعب الجزائري اليوم وعى ودرجة وعي عالية جدا وفهم ما يحاك له وما يحاك ضده، يعني حتى المناورات الخبيثة والمناورات السياسية أصبحت لا تخوف الشعب الجزائري. أنا ننزل معك إلى مستوى خطاب الشارع أمس، خطاب الشارع أمس كان واضح، يتنحى وقع، هذاك الطفل يرحم الكرش اللي جابته، يتنحى وقع. نعم. ولكن قاع الشعب الجزائري فهم باللي تتم على مراحل، كان المرحلة الأولى هي رحيل العصابة للفوق، بين رايحين العصابه اللي فوق. وصلنا للمرحله الاولى سيد درنا منها 50% وما زالت 50%، طبقنا الماده 102، استقال رئيس الجمهوريه، ما زالت بقايا عصابه رئيس الجمهوريه السابق هي التي ما زالت لا تريد الرحيل. ولكن الحمد لله الشعب راه محاصرها في الميدان، محاصرها في الاعلام، محاصرها في الداخل ومحاصرها في الخارج، وهذا محاصرها سلميا برك، يعني نرجع للوعي، هذه قوه الحراك، هذه القوه. نعم نروح مع خويا حسن نقولوا باللي الشعب الجزائري عارف باللي بارونات المال الفاسد اللي كرياها عبد العزيز بوتفليقه ما زالت موجوده ممتلكاتها في الجزائر، ولكن الشباب ما راحوش تهجموا عليهم، ما راحوش حرقوا لهم ممتلكاتهم، لانه عارفين باللي تلك الممتلكات هي ممتلكات الشعب الجزائري. صح انت سرقت، ولكن هذه ممتلكات ممتلكات الشعب الجزائري، ومناصب الشغل هي مناصب الشغل للشباب الجزائري. درنا الجزء الاول وما زال الجزء الثاني. وتاني الشباب فهموا في الشارع باللي المحاسبه الحقيقيه موش درك، ما تلعبلناش كيما نقولوا احنا في عنا بالجريجري والدوبل سيس وتجيب لي ناس تحاسبهم، ولكن راس العصابه والمحيط اللي كان يسهل لهم ما تحاسبوش. المحاسبه تكون لما تكون مرحله شرعيه حقيقيه. والشارع اليوم قاعد يقول باللي يجب الدخول في اجراءات عمليه حقيقيه. بمعنى يعني الخطابات كل سمانه يجينا خطاب وكل سمانه يجينا بيان وكل سمانه يجينا رساله كرهنا،
كرهنا من الأقوال، نريد أفعالا. نعم. المؤسسة وعدت أنه تطبيق المادة 7, 8, و102 فورا، تم تطبيق المادة 102 فورا، ولكن هناك تراجع، والشارع فهم أنه هناك تراجع عن تطبيق المواد 7 و8 والإجراءات السياسية. نعم. والدستورية. نعم. لذلك قضية الصبر، نظن أنه الشارع اليوم مستعد يصبر. نعم. جمعة واثنين وثلاثة وربعة، وإحنا سمعنا في الشارع باللي راح نصوموا في الشارع، وكثر خير للمرأة الجزائرية الحرة. نعم. اللي راح تطيب لنا الشربة والبراك، وراح نفطروا مع بعضنا في الشارع، نفطروا في الشارع إن شاء الله تعالى بإذن الله. سي سمير بالعربي، بون أنا باش الناس على بالهم يعرفوا كاع بلي صديق ليا، هو هاد العشر أسابيع اللي جا اللي فاتوا اونترينمون برك اونترينمون، لا وكل جمعة وين كان في وين، واش من ولاية كاع اللي درت كنت في وهران. كنت في العاصمة، كنت في عنابة، رحنا للبرج، رحنا الأضرار، والبارح كنت في عنابة. دونك دار كاع الولاية تاع الوطن، وش لاحظت في مختلف الولايات؟ لاحظت أنه المطلب واحد هو رحيل النظام، لاحظت أنه الوحدة والسلمية، كل الشعب راهو قوية جدا. يعني لاحظت أيضا أنا كما نمشي الولايات يقولوا لي يا أستاذ أهدر معنا، قلت لهم أنا نهدر في البلاتوات، أنا جيت للشارع نسمع، لأنه كل ما نسمعه من الشارع نعرف مدى الوعي اللي وصل عند الشباب، والحمد لله بعض الشباب اللي يتناقش معنا في المواد الدستورية، الحلول القانونية الغير قانونية. نعم. حلال الحلول الدستورية. لذلك ما نخافوش على الشباب. نعم. جميل سمير بالعربي، لأنه جميل أنه الحراك يعني مستمر وحد الجزائريين، ولكن حبينا مخارج لمرور من هاد الأزمة السياسية اللي تعيشها الجزائر. الأزمة السياسية ما راهيش يعني إلا في الحراك، اللي هي ماشي أزمة، الحراك ما راهوش أزمة سياسية ولكن جزء من الحل. إذا الأحزاب السياسية اليوم راهي تعيش نفس الحراك داخل الأحزاب. إذا السيد بن عامر، وش صرا في أقدم حزب معارض اللي هو الأفافاس أظن الخميس الماضي؟ إذا داخل حزب الأفافاس، لو كان توضعنا في الصورة. أولا مساء الخير عليكم، شكرا على الدعوة، تحيات للجمهور، لكل الجزائريين والجزائريات اللي يشاهدوا في الحصة. أولا فرح كبير أن الشعب يخرج اليوم بالملايين في كل الولايات الوطن، وبصفة منتظمة avec une auto-organisation de صفتين سلميه sont des gars sans violence، لان الحظيره لو جاردن بريفيري دو بوفوار سي لا فيولونس. دونك بفرح كبير، وبفرح كبير ايضا نشوفوا الشعارات اللي رفعوها الجزائريين والجزائريات في كامل التراب الوطني، التغيير الجذري والسلمي للنظام، التغيير الجذري والسلمي للنظام. اليوم رانا في مرحله اولى وين الشعب ينادي برحيل رموز النظام، لكن رحيل رموز النظام ليس تغيير النظام، وكما قال الأخ رانا في 50% من رحيل رموز النظام. حزب الأفافاس ما عندنا حتى عقدة، ما عندنا حتى مشكل. نعم تفضل. المشاكل تاع جبهة القوى الاشتراكية تشبه بقدر كبير ما يجري في الشارع بين الشعب والنظام. نحن حزب سياسي شعبي، سومبان بارتي ديليت، حزب سياسي شعبي، مناظري جبهة القوى الاشتراكية هم مواطنون، عندنا مشاكل تسير داخل الحزب، مشاكل ديمقراطية داخل الحزب، مشاكل تسير ديمقراطية داخل الحزب، ما عندنا حتى وقت نقولوها. وصلت وين جزء من القيادة استعملت العنف ضد أعضاء المجلس الوطني، والمجلس الوطني هي مؤسسة تاع الحزب منتخبة عليها في المؤتمر الخامس تاع 2013. وصل وين بعض قيادي جبهة القوى الاشتراكية منعوا بالقوة وبالعنف عقد اجتماع المجلس الوطني. وهذوك البلطجية هل من الحزب اللي راحوا لمقر حزب الأفافاس أم هم ربما شباب؟ الأكثرية لا علاقة لهم بالحزب، لكن هي بعض القياديين في الحزب اللي خلصوهم باش يجوا. سي صا، انا ما نقولوش خلصوهم ولا لا ما كناش معاهم، انا اسمح لي سي بالعربي، لانه احنا قناه ما ناخذوش. انا كنت حاضر في وش صرا. نعم خلوها السيد هو اللي يتكلم. سي فوسا المشكله، وهذه واش صرا سي لي كونسيكونس، هي نتائج اشكاليه مشكله بدأت في 25 جونفي 2019 أثناء جلسة المجلس الوطني، أين عضوين من الهيئة الرئاسية للحزب قرأوا تقرير على لو فونكسيونمون دي بارتي، طريقة تسيير الحزب، التسيير المالي، وين طالبوا
بالحصيله الماليه باللابوراسيون دان بودجي انويال شاك اني وبعض المشاكل تاع السير تاع الحزب. وهذا ما كانش في سالا با بلو سيرتان نومبر دو ديريجون. من هذاك الوقت عضوي الهيئه الرئاسيه علي العسكري ومحمد قران شريفي رفضوا اي نقاش داخل المجلس الوطني اللي هو مجلس الرقابه. ومجلس الرقابه الداخلي وما عندناش عقده يكون تكون رقابه تاع الافافاس من الخارج اي من الشعب. إذا سيدي هل يتنحوا كاع حتى الأحزاب العريقة سمير بالعربية موالات المعارضة راهي مع يتنحوا كاع؟ أنيسة واش أنا نشوف أظن كمناضل سياسي وكمواطن حسب التجربة اللي عشتها في نضالي السياسي من 1997 الأحزاب السياسية ما نقدروش نديروا أي تغيير بدون أحزاب سياسية. بالعكس واش خص اليوم في هذا الحراك أحزاب سياسية قوية وراه البديل يروحوا كاع البديل وراه الجزائر عندها 40 مليون يعني البديل راح يكون احزاب الاحزاب السياسيه مشكل سياسي يتحل باحزاب سياسيه رانا في 2019 ما يتحلش بشيء بشيء عنده آخر. تدخل سيد بالعربي النقطه هذه حتى على الاحزاب وانا قلت اكثر مره في لقاءات المعارضه على الاحزاب ان تتجدد الاحزاب عليها ان تتجدد وانه الديمقراطيه تندار داخل الاحزاب وتمارس العمل الديمقراطي والشباب تكون له فرصه باه يكون في القياده. ما نقدروش كنا نطالبوا بوتفليقه انه يرحل واحزاب ما زالوا رؤسائها عنده 20 و30 سنه. صحيح. على الاحزاب ان تتجدد او تتبدد لانه هذا الحراك ما راح يسمح لحتى واحد انه يواصل المره الجايه. للمناضلين المناضلين كما الشباب الجزائري في الشارع المناضلين الشبان في جبهه القوى الاشتراكيه راهم يناضلوا داخل الحزب في ظروف صعبه جدا داخل الحزب في ظروف صعبه أكيد جدا اكيد ما شكوش في المناضلين تاع هذا الحزب تجديد تجديد العريق ولا تجديد تجديد الحزب وعصرنه الحزب وديمقراطيه الحزب اكثر. نعم شكرا. من بعد نعود نوليو لانك رئيس بلديه الناصريه نتكلموا على الانتخابات اللي المقرره يعني في الرابع جويليه. سيد فريد بن يحيى الان كيف يمكن المحافظه على هذه المؤسسات لما نشوفوا هاد رجال الاعمال اللي ربما راهم متورطين في عده قضايا؟ هل المؤسسات اليوم الاقتصاديه يمكن المحافظه عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ضيوف الكرام كامل. نحيي الشعب الجزائري بالحراك نتاعو هذا ككل. انا ما اعتبرش حراك، اعتبرها ثوره. نعم بيضاء. ثوره السلميه او الثوره البيضاء اللي كانت درس، لانه الجزائريين يعطوا درس للعالم بكل. لما درنا الحرب نتاعنا ضد فرنسا في 1830 17 سنه كان يحارب احمد باي ولا القائد، حطونا قائد الفيلسوف بالنسبه لي انا، الامير عبد القادر. بعدها الجزائر مشات في ظروف بالطبع، لانه انا بالنسبه لي 22 فبراير هو تراكم نضالات، هو نتيجه. هذه الحاجه الاولى. لما دارت الثوره تاع الجزائر في 1954 كانت اكبر ثوره يعني العالم بشهود العالم حتى اليوم في التاريخ نتكلموا عليها. كما نشوفوا مثلا وقت الفهود لو طون دي ليوبار من كبار الكتاب مثلا ايف كوريال وبنجامان ستورا ومحمد حربي محمد قداش غيرها من الامور هذه اللي تكلموا على التاريخ نتاع الجزائر، نعرفوا باللي التاريخ الجزائري كانت فيه صفات عاليه. نقطه اخرى كذلك بالنسبه لواحد من كبار المسؤولين نتاع الجزائر هو فرحات عباس، لما تكلم على الانديبوندونس كونفيسكي مصادره الثوره من 62، نمشي مع الاخ انه في 62 كانت مصادره الثوره وهذه النتيجه عفوا مصادره الاستقلال. حكينا اليوم حتى بعد 50 سنه او اكثر انه كانت فيه تلاعب فيه امور، ما نقولوش ما كان لونيون ما كان ولا شيء، كانت في امور ايجابيه لكن كانت الجزائر ممكن انها تكون احسن بكثير، كنا نكون في المستوى تاع كوريا او دول اخرى متطوره. اذا بالنسبه للوضعيه الحاليه انه الجزائر الان عندها كل امكانيات الانطلاق. انا قلت لكم لو تكون في انطلاقه حقيقه من البلاطو منا ربما في ظرف 5 6 سنوات 7 سنوات نكونوا ما بين ال 20 دوله رائده في العالم اقتصاديين بارمي لي جي 20. الان تركيا راهي جايه تقول رانا 11 ولا 12 دوله اقتصاديه في العالم، قال لهم اردوغان منا على بعض السنوات نكونوا في لي جي 8. كي قالوا كي تدخل في جي 8 شكون اللي يخرج؟ قال ما يهمنيش شكون اللي يخرج، قال المهم انا ندخل. شوف الناس كيفاش عندها التحدي، الاراده
دو ديفي اراده. اذا في الجزائر دوله قادره تقوم، وهذا الثوره السلميه اللي جات دركا هذه القوه تاع الشباب، لانهم هما خايفين. كل الدول، كثير من الدول العربيه خايفه، وكثير من الدول يعني الاوروبيه خايفه، خاصه المستعمر السابق فرنسا، خايفين من المصالح. الا انه الجزائر حنا نقولوا راهي بلد قاره قادر ننطلقوا ونروحوا بعيد. اذا فرجال اعمال الان فيه تورط رجال اعمال كبار، يعني في امور كثيره. السبب لماذا؟ لما نعرف حنا في الجزائر الان انه كاين شركه الان، شركه في وهران تركيا مولاها حول اموال كبيره على دار الجزائر، وين جاتني معلومات انه المتر كوب، يعني المتر مكعب نتاع الغاز، يحسبوه له بواحد دولار، وفي السوق الدوليه يدير 5-6 دولار. وكثير من الناس اللي في الشركات هذو موجودين في الجزائر. اذا هنا نطرحوا عده نقاط استفهام. نقطه اخرى كذلك في الشركة سيد فريد بن يحيى، وحنا نتكلموا الان بكل شفافيه. نعم بالطبع، شركه تورسيادي معروفه في وهران. نعم. نقطه اخرى كذلك، كان مستثمر جزائري جا حاب يدير استثمار هنا كبير، 1.5 مليار دولار 1.5 مليار دولار. هذا الاستثمار هذا يخلق 1200 منصب شغل، وكل يوم يعطي الجزائر 8 مليون دولار كل يوم. وهذا انتاج واش؟ الانتاج نتاع الامونياك والاوري 46. هادو سي دي فيرتيليزون يدخلوا في الفيرتيليزون، يستعملون في الزراعه وغيرها من الامور. صعبوا له كل الامور، راح مع جزائريين، كون هز معاه مهندسين جزائريين واستثمارات كان معهم اجنبيه، وراحوا داروها الان بدا المشروع يطوروا فيه بايادي جزائريه. وين؟ في دوله افريقيه. عطات لهم كل التسهيلات باش نعرفوا. نقطة أخرى، كاين كثير من الشركات الأجنبية اللي عندها يعني احترام كبير في ألمانيا وفي بعض الدول العربية وغيرها، حبوا البيروقراطية نعرفوا أنه لا بالطبع، لا أخطر من هك، أخطر من هك. كاين رجال أعمال صبحوا هما الوساطة ما بين مسؤولين في الدولة، يعطيهم العمولات نتاعهم قبل ما يدخل الجزائر. بالطبع كاين ناس كتعود شركات عندها القوة تاعها وعندها التكنولوجيا مليحة وعندها رجال أعمال، بالناس هادو يروحوا لدول أخرى، يروحوا للمغرب عند الجيران تاعنا، يروحوا لدول إفريقيا، يروحوا في دول أخرى. إذن كثير نقدر نقول الآلاف من مناصب الشغل اللي كانوا يقدروا يخدموا فيها الشباب والشابات تاعنا جامعين وغيرها كيد عاملة، راحوا من الجزائر إلى الخارج، لأنه هاد الناس نقدر نقولوا خانوا بلادهم، خانوا بلادهم على الدولار وعلى الدورو، وراحوا شراوا استثمارات في الخارج، يعني ما عندها حتى وزن لا في الانتاج لا في غيره. سي فريد، في نفس السياق كي جبد الاستثمارات اللي في الخارج، الناس هادو كان الناس متابعين قضائيين استثمروا عندهم استثمارات كبيره في الخارج. هل لما نتكلموا على كنا نهضروا من قبيله على لو فون سوفران، الصندوق السيادي اللي احنا في الجزائر ما عندناش هذا الصندوق، هو هذا الصندوق يتندار كان في بلدان كبيره كما الصين، البلدان العربيه كاين السعوديه الكويت عندهم الامارات قطر. شرح فوالا، شرحنا بك لا ديفيرونس بين حنا اللي ما عندناش وعندنا بزاف رجال اعمال مستثمرين. اولا لماذا لا يوجد هذا الصندوق في الجزائر؟ فوالا، والاستثمارات تاعهم اللي في الخارج. باش يوجد هذا الصندوق هذا لابد ان يكون هناك قرار سياسي، يعني رئيس الجمهوريه نفسه هو اللي يعطي الامر هذا. رئيس الجمهوريه تكلموا معاه عده خبراء وتكلموا معاه وزراء مستوى عالي، تكلمت معهم نصحوه، لانه احنا في الجزائر كنا نستوردوا حوالي 6 مليار دولار من السيارات. 6 مليار كانت انا ذاك شركه فولفو يعني في مفليسة. عندها مشاكل في الافلاس، وكانت كذلك شركه اوروبيان 2008، وكانت شركه موريس غاراج، وحنا كان عندنا من احتياطات الصرف اكثر من 200 مليار دولار. يعني كنا قادرين نشريو فولفو، ماشي غير تشري شركه، تشري حتى من التكنولوجيا. يعني اللي السويدين عملوا عليها من 1913 ولا 14 حتى اليوم، يعني تجيبوها. نفس الشيء بالنسبه لموريس غاراج، كانت سوا 11-12 مليار دولار. يعني كنا قادرين نشريو الشركتين هذو ونحولوا التكنولوجيا من السويد ومن انجلترا نحول الجزائر. كانت بيجو كذلك، بيجو كانت في عندها مشاكل، كانت الجزائر قادره تدخل في راس المال بيجو ونحولوا التكنولوجيا الجزائر. ما حبيناش نعملهم، ما حبيناش نعملهم. ولو فون سوفران تاعنا الان كيما الامارات يغرقوا البترول نتاعهم، من الصندوق السياسي السيادي شراو اسهم وشراو شركات ويدخلوا من الملايير من الدولارات كل سنه. احنا الجزائر
ما حبوش لانه ما كانش فيه قرار سياسي، وحنا قاعدين نتخبطوا لهنا، ولادنا قاعدين يتخبطوا، والاخوه تاعنا قاعدين يتخبطوا، لانه ما كانش رؤيه وما كانش استشراف. وهذا المشكل شكون دارته؟ عملوه مجموعه تاع رئاسه الجمهوريه، لانه ما كانش عندهم تخطيط، ولا وزاره التخطيط ولا وزاره اقتصاد. وحنا قاعدين نفكروا لما نسمع كلام كما هذا، احنا كنا نظنوا انه داو الممتلكات وعاشوا مليح مقارنه على الشعب البسيط والمتوسط في الجزائر، ولكن الان كانه كانوا ضد الجزائر ما خلا والو يعني كبلد. لما نشوفوا انه هذا الصندوق السيادي كان من المفروض أنه يكون وما كانش، يعني لهنا نطرحوا عدة تساؤلات. لا بالطبع، لأنه صندوق السيادي يسمح لك حتى بشراء التكنولوجيات. نعم. يعني كان دي ستارت اب لما تعمل أبحاث تروحي شركات مثلا تاع أدوية أو أي شيء يعني في التكنولوجيات نتاع النيميريك وغيرها، الاقتصاد الرقمي، تشري أسهم في شركات. نعم. شفنا جوجل مثلا لما تكون هو فيسبوك تكون بحوالي 25 مليون دولار. واليوم ما يسوى هو. الآن الوزن تاعهم أكثر من 50 أو 60 مليار دولار. مليار. يعني كانت في لاسيليكون فالي كاين رجال أعمال مختصين تعملوا إدارة فيها يعني سكون أبل استراتيجي دو مانجمنت. نعم. استراتيجي تسير. نعم. احنا الآن نقول بكل صراحة الجماعة اللي سيروا في المرحلة هذه كان ناس ما تعرفش الاقتصاد، وكان الناس دي بريكولر من أخطر من هذا. نعم. كان دول الخليج ما كانش عندهم مستوى في التسيير، لكن جابوا خبراء وكونوهم. نعم. ومشوا معهم. نعم. أنا بالنسبة لي في الجزائر كانت نوع من الخيانة ضد الشعب الجزائري وضد الجزائر، والناس هذو لابد أن يدفعوا الثمن تاعهم في الجزائر. نعم. إذن نفس السؤال لسيد خليفتي، هل المؤسسات اليوم الاقتصادية تقدر تتزعزع لما نشوفوا هذا الرجال الأعمال لهم متورطين، حتى ولو ما راناش حنا في محكمة حتى نقولوا يعني الاتهامات، القضاء راح يدير الدور ديالو، ما راناش لهنا في محكمة، ولكن. نعم. هل تزعزع هذه الشركات الاقتصادية لح تضرب الاقتصاد الجزائري؟ أولاً يجب أن نحافظ على قرينة البراءة، يعني لا بريزومسيون دينوسونس. ثانياً لما نشوف لازم نفرق بين الشخص والمؤسسة، لازم. نعم. لازم ما لازمش نكسر المؤسسات. إذا شخص مهما كان، أنا نقول لك أنه رئيس رجل الأعمال ليس منزه، إذا ارتكب أخطاء تكون العدالة، لكن لازم تكون عدالة مستقلة وتكون عدالة على الجميع. لأنه لو نشوف اليوم من هم في السجن؟ رجال الأعمال. نعم. يعني رانا عندنا واحد الإحساس أنهم راح يقدموهم ككبش فداء. كبش فداء وبوكو ميسار، الور لانه ما كانش فاسد بلا مفسد، يعني ما كانش، لانه كانت منظومه سياسيه. انا مانيش مبرر اللي يعمل حاجه يدفع الثمن، وراه الشعب الجزائري هو اللي كما قال لك من يتنحى وكاع، دوك رانا وصلنا يتحاسبوا كاع. نعم. دوك مشينا في واحد، لكن نظن انه لازم ما نديروش الغلطه اللي صرات في السابق، انه لما يكون رجل اعمال مفسد ولا عنده قضايا نكسر المؤسسات، لان المؤسسات يعملوا فيها جزائريين وتعاملت باموال جزائريه بنكيه ولا اموال خاصه، المهم تعاملت بها يعني، وهذه سي تان باتريمون ناسيونال، يعني نشوفوا كيفاش نحافظوا باموال الشعب الجزائري. نعم. نحافظوا على الـ على على هذا الباتريمون. حبيت نرجع لك لقضيه لو فون سوفرا وقضيه لي شوا بوليتيك، الخيارات السياسيه الاقتصاديه اللي انعملت في العشرين سنة ولا في من 62 إلى يومنا هذا، واللي نجر عندنا إحساس أنه يعني وقعت هناك غلطات في الاختيار، مجازر حتى مجازر في الاختيار، لأنه المنظومة السياسية مبنية على الشرعية غير الشرعية الانتخابية والشعبية، هي مبنية على شرعية الولاءات وشرعية التزوير وشرعية يعني العصب، لهذا يخليك أنه مهما كانت الغلطات مثلا في بلدان أخرى عندك عهدة فيها 54 سنين تقوم من طرف الشعب، يوم الانتخاب يكرم المرء أو يهان. ليس بالنسبة للجزائر ليس هذا، منذ 62 إلى غاية 2019 لما توصل الانتخابات يقع هناك توافق بين يعني أصحاب القرار، والانتخابات تكون صورية ولا شكلية حتى في المستويات الدنيا، إلى أن نصل إلى حتى يعني الانتخابات المحلية ولا التشريعية. لهذا كان يعني في 2008 الجزائر كانت في أريحية مالية، كنا ننتظر أنه تكون يعني هناك قرارات جريئة باش ندخل في اقتصاد سوق حقيقي ويعني إصلاحات حقيقية، وكان خلق
هذا لو فون سوفران ولا يعني اللي كان صندوق سيادي صندوق سيادي خلقوا لنا لو اف ان اي اللي اليوم حتى لو اف ان اي لو كان نشوفوا اخترعوا لنا واحد لو كونسيبت لو اف ان اي ولا قال لك راح يدير استثمار ولا هو يمول صندوق التقاعد يعني محال ما صارت في حتى بلاد صندوق استثماري اللي عنده ده والجزائر يعني اكبر مشكل استثمروا في التقاعد سي خلي فاتح لا يعني هما يمولوا يعني صابوا واحد الفكره واحد يعني هذا الجيني الجيريا ما تقدرش لانه التقاعد شيء والاستثمار شيء لهذا نقول لك انه اليوم المشكله انه التسيير الاداري للاقتصاد الوطني والتسيير السياسي للاقتصاد دمر الاقتصاد الوطني يعني خلانا نضيع فرص كثيرة يعني احنا نقول انه اليوم الاقتصاد الوطني في الجزائر يحتاج الى 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 محاربة البيروقراطية الى شفافية يعني الى عدالة مستقلة والى المحاسبة السياسية يعني لما تكون كما قال سي سمير يعني النخب لازم تتجدد لازم تكون نخب جديدة اللي تكون عندها أفكار جديدة كما قال سي بن يحيى الجزائر ممكن بعد 5 سنوات 10 سنوات تولي دولة رائدة لو اتخذنا الطريق الصحيح. نعم سيد حسن خليفتي جمت عضويتك نهاية فيفري بداية مارس هناك من يقول لماذا في هذا الوقت بالذات سيد خليفتي جمد عضويته كنا حابين نشوفوا تجميد العضوية ربما لما كان علي حداد في عز قوة القوة ديالو. شوفي نقول لك أعطيني زوج دقائق نعطيك تسلسل الأحداث. نعم. في 17 نوفمبر 2014 نعم. كان هناك اجتماع كنا 12 ولا 14 عضو من الأعضاء البارزين كنا نحضر في لقاء الانتخابي تاع سي علي حداد اليوم 22 نوفمبر 2014. كنت في ليكزيكوتيف سي خليفاتي. كنت في ليكزيكوتيف اللي قبل. اللي قبل تاع لا هاد الاشخاص هما ليكزيكوتيف نعم اعضاء في ليكزيكوتيف اللي هما من بعد ولاو مع ليكزيكوتيف مع علي حداد داكور. كان جا السي علي حداد قال لنا باللي هم جايين الوزراء حادثه الوزراء هي معروفه. نعم. يوم 20 نوفمبر 2014 14. كنت الوحيد الذي رفضت مجيء الوزراء قلت له سي علي غلطه سياسيه فادحه راح تقتل الاف سي يو لو جبت الوزراء في الحمله الانتخابيه وما نسمعوليش وجاو الوزراء 14 وزير وتعرفوا يوم 27 نوفمبر 2014 لما انتخب سي علي حداد انا عينني في الاكزيكوتيف واستقلت في نفس اليوم. نعم اذا رفضت تكون في المجلس تاع القرار تنفيذي في 27 نوفمبر 2014 نعم وبعدها عرفتها ما فيهاش. نعم عرفتها ما فيهاش انا كنت عارف الامور كيفاش راح تمشي وبعدين انا جمدت دفع الايتاوات ولا لا كوتيزاسيون في 2017 وكنت كاتبت السي علي حداد كتبته رسميا والرساله موجوده في يوم 16 جانفي 2018 يعني عام قبل الحركه وكنت قلت له يعني على ما اخذ على تسيير المنتدى وعلى التغييرات اللي اندارت في القانون الاساسي وقلت لهم باللي راكم تدمروا في المنتدى. نعم. وحتى على كل الاشياء اللي ما كناش راضيين عليها لما جات الثوره المباركه ولا الثوره البيضاء لما جات وانا كنت يعني كنت بديت نقول انه رؤساء المجلس لازم يكونوا في وسط الشعب. نعم. جات التسجيلات الصادمه مع مدير الحمله الرئيس الحملة. السابق. نعم. وكنت يعني انا كنت سلم. يعني كنت صدمت بهذيك التصريحات وكنت قلتها مباشره قلت لهم يعني هذا 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 هذا, هذا الذين يفكرون بحمل السلاح ضد الشعب الجزائري انا ما نقبلش يكون يمثلني ولهذا جمدت العضويه نتاعي. نعم. نفس اليوم وقلت انه نطلب من 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 من, من الاعضاء انهم يتخذوا موقف للتاريخ. تبعوك سيد تبعوك حسن خليفتي؟ كان بعد ساعه من بعد كان سي العيد بن عمر اخذ من نفس. نعم. الموقف بما انه كان ولكن نقول لك انه تبعونا كثير لكن ما صرحوش بها من الخوف. نعم. يعني نعم. يعني انسحبوا ما دفعوش الايتاوات
والكثير اليوم بعد يعني بعد الحوادث هذه لانه ما كانوش راضيين. لكن المشكل في الافسي ولا كل الجمعيات ولا الاحزاب هو الانتخاب برفع الايدي هو المشكل راهو هنا، لانه ممكن انه الاغلبيه ما كانتش راضيه بالاشياء اللي كانت تحدث، لكن لما توضع انت الناس في الواجهه ويخافوا يخافوا برفع الايدي ربما شيء حتى ولم يكونش مقتنع. لهذا قلنا يصوت بنعم. نعم مما شي مقتنع يصوت بنا، ولكن اذا كنت رجل اعمال وعندك اموال وتامن بالشركات اللي عندك ربما لما تسجل الموقف لكن لا لكن نعم. لكن سامحيني الاخت نعم. ما تنسيش تاريخيا في العهدتين في السنوات الاخيره كاين شركات دمروها لانها ما مشاتش. نعم ناخذوا شركه بلونكي، وهناك شركات اللي كبرت بعد نعم مشات للعهد الرابعه والخامسه سي سا سي خلفاتي. حبي يقول اليوم انه التسييس لاف سي يو من طرف سي علي حداد الحق انه شاف المنتدى خدا كما يقولوا ان بوزيسيون بوليتيك بارابور 4ايام و 5ايام موندا اللي نشوفوا باللي بعض الشركات كولات وواحد اخرين شركات طلعت سي سا. شوف باش نصفوا يعني لا ديريف بدات في 2009 بدات في 2004 ما تنساوش باللي في 2004 كان استقاله ربراب على قضيه تسييس الاف سي يو، لكن ما كانت بنفس الحده يعني كانت في كانت يعني حتى ولو كان الاف سي يو يبقى ينتقد في الحكومه ما كانش التساق مع الـ مع الـ مع الحكومه وبدا 2009 لكن بعد 2014 يعني الامور انفتحت واصبحت يعني بطريقه غير يعني مفضوحه. لكن نقول لك انه مثلا انا قلت لك حادثه الوزراء هي اللي فتحت علينا باب جهنم تسييس الاف سي. نعم كانت غلطه سياسيه انا كنت رفضتها بشرط قلت كنا 12 عضو يعني باش معروفين وهما وكنت الوحيد اللي ما دخلتش من بعد في المكتب التنفيذي تاع سي علي حداد. لهذا نقول انه الاف سي اليوم اذا كان راح يكون عنده مستقبل في البلد لازم ياخذ يحفظ الدروس. لازم يكون هناك ابتعاد كلي عن السياسه، لازم الاف سي يبقى في مكانه في الاقتصاد ورؤساء لانه من خلال الاف سي شفنا رجال الاعمال اللي عندهم يمدوا قرارات في السلطه والنظام وهذا كان خطير يعني. هذا نعم. كان خطير وكان ما لازمش يكون بين رؤساء المؤسسه. رئيس المؤسسه نعم. هو مشكلته انه تكون عنده مكاش بيروقراطيه يعني اذا يطور الاقتصاد يطور المناخ الاستثماري السياسه. نعم. سيد حسن خليفتي تكلمنا على لا كوتيزاسيون هذا الاموال ولا ما يروحوا تاع الاف سي لا هي شوفي لا كوتيزاسيون تبدا من كاين اللي يدفع 20,000 دينار وكاين اللي يدفع 1 مليون دينار. لكن انا نظن في مشكله الاف سي يو نظن كاين حسابات ما راحوش دروات ياغوش يعني كاين يعني ان كونت كاين ان تريزوري. نعم. المشكل ماهوش هنا. نعم. سي خليفاتي اسمحي لي كان سؤال اخير، نقدروا نشوفوا سي خليفاتي على راس الاف سي يو؟ والله شوف باش نكون صريح معك ممكن هو كان اسمه متداول ممكن لكن بشروط. يعني انا الاخوه اتصلوا بي اللي راهم دركا مازالوا في القياده وطلبوا مني ان اترشح لقياده الاسئله، لكن انا وضعت شروط يعني قلت لهم اذا قبلت هذه الشروط من طرف الاعضاء ربما شروط انهم يتنحوا كاع. لا 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 شوفي مش قضيه يتنحوا، هي راح تكون قياده جديده. نعم. مهم تكون قياده جديده. انا طرحت انه يغير الاسم يعني بعد شهور يغير الاسم لانه اسم الاف سي وقع اصبح مشوه. لا اصبح مشوه يعني حتى. نعم. في الشارع انه ندعو في القانون الاساسي بند ابتعاد نهائيا عن السياسه. نعم. وكذلك نضع بند طلبت انه نوضع بند انه في المستقبل ما يكون اي قرار في الاف سي يو بدون انتخاب سري او انتخاب الكتروني. نعم. يعني حتى رفع الايدي نهائيا. نعم. باش كل واحد يكون. نعم. باش حتى الرئيس القادم اللي يكون ما راحش يتغول على الاعضاء ويدخلهم في متاهات اللي ما همش راضينها.
إذا إن شاء الله تكون على رأس الإف سي، ولما نتصلوا بك تلبي دعوة برنامج الجزائرية السيد خليفتي. نعم المواعيد من اليوم نبدأ. إذا السيد سمير بالعربي، اليوم رانا نتكلموا على الحراك أنه شي جميل، نتكلموا على الشعب مازالوا يخرج كل يوم جمعة، رانا خايفين ربما أنه الشهر الفضيل ربما ينقص من الحراك، ولكن سمير بالعربي قال لك لا، الفطور يكون أون بلان إيغ والحراك يبقى موجود، ولكن خارج اليوم هناك من يقول أنه لازم البقاء في الدستور، ما نقدروش نعمله خارج الدستور، هناك من يقول أنه الحل راه يكمن السياسي، يعني نروحوا إلى الحل السياسي، هناك من تكلم أنه نتصلوا بأشخاص اللي عندهم وطنية والناس كاع متفقة أنهم هما اللي قدروا يعني يكونوا في المرحلة الانتقالية. أعطينا رأي سمير بالعربي. قبل ما نجاوبك وأنا نسمع للأستاذين حسان وفريد، نتأسف للوضع اللي رانا عايشينه، ولكن لما نشوف السيد خليفتي والسيد فريد بن يحيى عندنا نسبوغ انه عندنا امل كبير. اولا نتاكدوا باللي ماهوش رجال اعمال كل فاسدين، الحمد لله عندنا رجال اعمال نضاف وقاوموا وعندهم شركات ومشاريع انتاجيه في الجزائر وقاعدين يقدموا ان بليس بور لالجيري. غيرهم فاسد، غيرهم فاسد هذا انا اعتبره ضحيه سيستام، لانه السيستام اللي كرياهم، لان هؤلاء لو نرجعوا ل 20 سنه، لو نرجعوا ل 99 ونروحوا نشوفوا لي كونت بونكار نتاعهم، نظن ما كانش عندهم هذه الاملاء، نظن انا كون نرجع لحسن في 99 عنده شويه سوارد، ولا ما عندكش؟ انا بنتاجر. هاي خلاص. انا بنتاجر. غيرهم ما كانش عنده قبل 99، وانا نتمنى المؤسسات ولا الصحفيين اللي عندهم الصحافه الاستقصائيه هذه يروحوا يديروا لنا تحقيق تاع رجال الاعمال تحكوت وهذوما اللي في الحبس. شكال عنده شكال شحال كان عنده في 99 في السجن يسيب العربي هو مطروح اسماء كثيره طرحت لي كونيناف لي حداد لي ربراب، شكال عندهم في 99 اذا حين يعيطوا له الاسبوع المقبل نقولوا انه شحال عندهم اليوم نقولوا باللي رجال اعمال نضاف مازال جزائريين لو تتاح لهم الفرصه راح يخدموا. المشكل ما كانش في الاقتصاد، المشكل كان في السياسه، وللاسف للاسف الرئيس عبد العزيز بوتفليقه السابق ومحيطه الرئاسي خاصه خاوته أتيحت لهم كل الفرص وكل الإمكانيات وكل الأموال التي دخلت الجزائر من 99 إلى غاية اليوم، ولكن ما خدموش بها الجزائر. هؤلاء جاءوا لتحطيم حاجة اسمها الجزائر، جاءوا لتحطيم حاجة اسمها المواطن الجزائري، لتحطيم شيء اسمه المؤسسات الاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية والإعلامية. الحمد لله بعد 20 سنة قلنا لهم بركات، الحمد لله مازال امل، وانا متاكد انه الكلام اللي قاله الاستاذ صحيح. في خلال اربع خمس سنوات بالامكانيات اللي عندنا بالقدرات اللي عندنا بالوعي اللي عندنا بالشباب هذم اللي موجودين وكلهم امل وقوه وثقه في النفس راح نقدروا ريكوبيري وش اللي ضيعناه في ال 20 سنه الاخيره. المشكل السياسي الان واضح، نظن انه المؤسسه راهي تخدم في اطارها الدستوري، ولكن راهي رجل للقدام وربع خطوات لورا، وذولي مش مقبول. شوف انه انا نضيعه في الوقت سيدي، ضيعنا وقت طبعا من يوم 9 افريل الى غايه اليوم ضيعنا وقت كبير. بما انك انت قدرت تخدم في اطار دستوري وقلت التطبيق الفوري للماده 102 خلاص ال 102 وراها ندخلوا في 87، هناك شخصيه ذكرت وتحوز على ثقه كبيره عند المواطن الجزائري، ذكر مولود حمروش، ذكر طالب الابراهيمي، ذكر بن بيتور، ذكر رحابي، كلها هذه المجموعه من الاشخاص نظن باللي تحوز على ثقة الشعب. نظن باللي المؤسسة في إطار إعلان دستوري وهو حل سياسي دستوري كانت قادرة تسرع الوضع حتى طبعاً بين الحل الدستوري، لأنه شوف يا سيدتي الفاضلة، المواطن لازم يعرف باللي دستور 2016 ملغم، عبد العزيز بوتفليقة لغم الدستور الجزائري، دار دستور ملكي في حياته هو يشد هو ونهار يروحنا نحصله كيفاه نشده، لأنه لما يموت ولا لما يستقيل يشدها رئيس مجلس الأمة، وكما يشدهاش رئيس مجلس الأمة يشدها رئيس مجلس الدستوري. دستوري يعني حتى رئيس البرلمان المنتخب وتم إبعاده، يعني هناك قنابل داخل الدستور الجزائري، لذلك الحل اليوم ما يقدرش يكون بإجراءات دستورية، والشرعية الشعبية والاستفتاء الشعبي منذ 22 فيفري إلى غاية اليوم كلهم قاعدين يقولوا طرح لقاع، ولكن طرح لقاع ونبدأ في إجراءات التأسيس لمرحلة انتقالية كلها في إطار المادة السابعة لدخول باللي مصدر السلطات هو الشعب. هو الشعب الطرح واضح وكل الحلول السياسية الممكنة موجودة، وطرحوها الاقتصاديين والسياسيين والخبراء والإعلاميين وطرحها الشارع، ولكن هناك نقولها بكل أسف
هناك محاولات للالتفاف حول مطلب الشعب. كاين الناس اليوم في السلطة ما حبتش تفهم باللي الشعب اللي وقف وقال بوتفليقة ديجاج لن يقبل أنه لا فرنسا ولا واشنطن ولا موسكو ولا العسكر يقدر يحط لنا رئيس في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة رئيس شرعي منتخب شعبيا. اذا الانتخابات راح تكون مش ترى مع جويليا. لا لا لا, لا, لا. ما كاش انتخابات يعني ما قبلناش جويليا الشعب العربي. ما قبلناش بوتفليقه ينظم انتخابات نقبلوا بن صالح. انتخابات ربع جويليا دي ما بقاش حديث عنها. نعم. سمير في هذا السياق هل تشوف انه الماده رقم 8 في الدستور اللي تنص انه رؤساء المجالس المنتخبه هي اللي تقرر, هل تشوف انه الاكسيون اللي راح يديروها رؤساء البلديات في عدم اللي فيها هاد الرؤساء ممسي بالعام الراو فيها انه ما تشاركش في كيما يقولوا لا بريباراسيون دي زيليكسيون راح تساعد في تطبيق الماده 7 اللي تولي الصوت يولي للشعب وماده 8. طبعا انا احيي بالمناسبه القضاة, نادي القضاة اللي رفض الاشراف على مراجعه القوائم الانتخابيه وعدم المشاركه. أي كل رؤساء البلديات والمجالس البلديه ما نشوفوا رئيس بلديه النصريه لانه رؤساء البلديات نعم. والقضاة انخرطوا في حراك وثورة الشعب الجزائري ورفضوا رفض ورفض مطلق أنه ينظموا انتخابات تشرف عليها سلطة غير شرعية. نعم. بن صالح اليوم رئيس غير شرعي, هو رئيس دولة ولكن الشعب كامل قاعد يخرج ويقول له ديجاج. يعني كون جات عندهم ذرة خفيفة تاع كرامرة واستقال, لأنه الكل يعرف أنه بن صالح ماهوش ديسيدور, بن صالح موظف يحطوه من يجي يحطوه ليه يرجع. تشوف أنه نفس الشيء عند بدوي رئيس حكومة, كان وزير سابق, كان والي, كان سبيسياليتي تزوير. الولاد يعرفوا غير التزوير, يعرفوا نهار تجي الانتخابات يزوروا الانتخابات ويتنافسوا الولاد في التزوير. لذلك اليوم رحل رأس من البلاءات الثلاث اللي هو بلعيز, بقاو زوج بلاءات اللي هما بن صالح وبدوي. هؤلاء اليوم مجبرين بضغط حراك الشارع الذي لن يتوقف, نعودوها لن يتوقف. نعم. أنهم يقدموا استقالتهم وندخلوا في المرحلة الأخرى. نروح أبعد من ذلك وقلتها في الشارع وقلتها في بلاتوات, المؤسسة يجب أن تدعم مسار الشعب رغم الضغوطات الأجنبية. عارفين باللي هناك ضغوطات فرنسية, عارفين باللي هناك ضغوطات من الإمارات, ولكن المؤسسة دي لازم تحتمي بالشعب. أكبر قوة لحماية المؤسسة هي الشعب, والشعب حامي المؤسسة. جيش الشعب خاوة خاوة. سيد بالعربي ما تشوفش أنه الجيش لما رفق الحراك الشعبي حتى واحد متوغل في وسط هذا الحراك وما كانش هناك انزلاقات؟ اللي قاعد يحمي في الشارع هو الشباب. اللي قاعد يحمي في الشارع هم الشعب. صحيح هناك مؤسسات أمنية ترافق هذه الحماية, ونحيي بالمناسبة الشباب اللي كل يوم يخفوا يحميوا تونال تاع أودان بما توقعش انزلاقات, لأنه صرفت أموال, ما نشحب أن نذكر الأسماء, صرفت أموال لضرب السلمية في الشارع. هما قالوا لنا شكون يعني هناك تصريحات جديدة كل واحد وش أنا نخبرهم أبعد من ذلك. مدير الديوان السابق لرئيس الجمهورية تلقى بكثير من الشباب في فيلا قريبة لفيلا لفندق سان جورج وعرض أموال ضخمة على الشباب من أجل ضرب الحراك. والشباب هذوما بإذن الله كاش نهار نجيبوهم في البلاطوات ويحكيوا عما وقع. إذن تصريحات السيد بالعربي تصريحاتي يعني تحمل مسؤوليتها. نعم. ونتحمل مسؤولية الناس اللي قالوها ونجيبوهم عندكم في البلاطوات. ولكن الحمد لله المسيرات بقيت سلمية. الشباب الشباب تحرر من الكاشير. نعم. الشباب هذا ولو تعرض عليه أموال الدنيا. نعم. موش راح يبيع الجزاء. نعم. جميلة هذا الكلمات. إذا سيد بن عمر, إذا أنت كونك رئيس بلدية ببومرداس, إذا راك تقطع انتخابات رابع جويلية أم بالطبع ستنظم هذه الانتخابات؟ الانتخابات مقاطعة والمام حتى عمال البلدية ما هوش ماشيين في مراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات, و لن تشارك البلدية بأي إمكانية كانت في انتخابات الرئاسية تاع 4 جويل المقبلة. لكن قبل ما تكلمنا على موضوع حساس جدا, ما لازمش نكونوا في حراك من أجل تغيير النظام والذهاب إلى جمهورية ثانية وإلى دولة القانون وإلى الديمقراطية والفصل بين السلطات وعدالة مستقلة ونسكت على المحاكمات. لا ندري, لا معلومة لدينا. نقرأ في الصحف, في ليشان دو تيلي,
ربراب علي حداد الافشيو فلان المفسدين الفاسدين. النظام لم يتغير بعد، والعدالة هي نفسها، عدالة الليل والتليفون. وتانيك لي بروكيرور الامناء النواب العامون انو كومونيك با حتى واحد ما هو عارف واش كاين في الملفات تاع هادو الاشخاص. مومبر في الاف سي يو، مواطن بسيط، مناضل سياسي، مناضل حقوقي، وزير، رئيس جمهوريه، جنرال، جزائريون، لهم الحق في محاكمه عادله، لهم الحق دون بروسي ايكيتابل، يلزون دروا اون ديفونس. دونك ما لازمش نمشوا في حراك من اجل الديمقراطيه وفي نفس الوقت نديروا العكس. ما ندافع على حتى واحد، ما راني جو كوندان بيرسون نون بلو، مي لا جوستيس سي لا كولون فيرتيبرال دان ايطادو دروا. بدون عداله مستقله ما درنا والو، ما نديروا والو. سي بالعمل، لو كان تجيك ضغوطات من طرف، اسمح لي، من طرف الوالي، ولي الولايه اللي نعرفوه باللي كان عنده ديجا مشكل مع واحد رئيس بلديه تاعهم، اللي يقدر يجمد لك على باليش الا في قانونيه، ولا يجمد لك العضويه تاعك في البلديه تاعك، كيفاش راح تكون لا رياكسيون تاعك؟ يا خويا العزيز، انا مناضل تاع البارح تاع اليوم وتاع غدوه، حب يقول ولا عنده امكانيه قانونيه باش يجمد. وكاين ولات بدون امكانيات قانونيه ويجمدوا، فوالا يجمد، والشعب تاع ناصيريا راهو في ناصيريا، ولا قدر يجمد هوية تاع رئيس المجلس الشعبي البلدي تاع بلديه الناصيريه بدون ما تكون رياكسيون من عند الشعب، له الحق يديرها، نعطي له الحق يديرها. نعم، راهو صالحنا. على بال بلي المنتخب كي يكون صح منتخب من طرف الشعب، الشعب يكون معاه ويكون. نعم، إذا نعاود نولي للسيد فريد بن يحيى. الآن قلنا ما ندخلوش لأنه المحكمة حتقوم بالملفات، راهم في المحكمة، احنا ما نشكوش أنه ربما الاستقلال تاع القضاء ربما راح يكون مستقل على كامل السلطة والنظام. السيد فريد بن يحيى، الآن الأموال اللي راهم يقولوا أنها خارج الجزائر، هل بإمكاننا نعود نسترجعوا هذيك الأموال، ولا الأموال اللي تهربت من الجزائر ما نزيدوش نشوفوها يعني؟ لما نتكلموا على، قبل ما نجاوبك على السؤال هذا، نعم، على استرجاع الأموال من الخارج، بالطبع نتكلموا على العدالة. وينستون تشرشل في الحرب العالمية الثانية معروفة هذه القصة، لما كانت ألمانيا النازية تقنبل في لندن وفي القواعد العسكرية الجوية البريطانية، كانت محاصرة من طرف القوات النازية بحوالي 500 غواصة، كل منهم قالوا القنابل طايحة على بريطانيا وكذا، كانوا بالسيجار نتاعو، وقال لهم هل ما زالت فيه العدالة في بريطانيا؟ قالوا العدالة ما زالت تمشي، قال لهم ما تخافوش على بريطانيا، انتصر بعد الحلفاء. إذن فأساس الملك العدل. احنا نعرفوا أن العدالة تاعنا فيها ناس شرفاء، كاين ناس عندنا معلومات، خدموا مع وزراء سابقين، يتخذوا قرارات جدية، يعني باش تكون عدالة نزيهة. هو في المداولة تيجي أمر بالتحويل نتاعو إلى جنوب الصحراء، كثير من القضاة حولوهم، كثير من القضاة طردوهم، كثير من القضاة هدوهم، نتكلموا لغة الصراحة، لأنه ما كانش فصل السلطة على القضاء. تيجي يعني بين عشية وضحاها، هل نقولوا القضاء راح يقدر يتخذ إجراءات نتاعو؟ نقولوا نعم، إذا ما كانش فيه تليفون، ما كانش فيه وصايا، وما كانش فيه ضغط سياسي. الحراك هو راهو لا بالطبع يلغي الآن تليفون، لا بالطبع نقولوا نقطع لهم تليفونات بالطبع. لهنا واش نقولوا؟ نقولوا القضاء، لأنه هذه ملفات معقدة، وسي خليفة يعرف الأمور هذه، بور فار لوديت كون أبل التدقيق في الحسابات وتحويل تاعها تطلب وقت. أنا بالنسبة لي ما نقدرش، لأنه قرينة البراءة موجودة، يعني يقول لك المدان بريء حتى تثبت الإدانة نتاعو. الناس هذو اللي حطوهم في السجن، يعني السيد ربراب والسيد علي حداد وربما غيرهم من رجال الأعمال، أنا بالنسبة لي عندي هدف واحد كجزء من الشعب وكجزء من الثورة الشعبية هذه، لأن عند سنوات وأنا ناظر في أمور كثيرة، أنا المهم ما ندخل وما ندخلوش الحبس، هذاك أمر ثاني، أنا المهم كيفاش نسترجع الأموال نتاعي. نعم، هذا هو السؤال. الأموال نتاعي رجعهالي. شفنا الرئيس الروسي بوتين لما جمع مجموعة من الأوليغارشية، بصح بملفات حقيقية، قال لهم ملف
هاي تحويل الاموال نتاعك، الاموال نتاعك بالخارج، وكل واحد رجع الاموال نتاعو. شفنا الامير الاخير تاع المملكه العربيه السعوديه كيفاش لمهم في مكان وقال لهم ترجعوا الاموال تاعكم. اذا لابد ان تكون الاموال هذه ماشي غير مع الزوج هذو، هم كثير من الجزائريين موجودين، اي ملايير نتاع الدولارات راهي موجوده في شرق الجزائر وفي الغرب الجزائر. الاموال في البنوك نقدروا نسترجعوها؟ تقدر تقدر، لانه عندك سكون ابل دي بروسيدور، دونك تدفع. انه الان الجزائر واش عندها؟ عندك جهاز العداله، عندك لي جي اف، عندك مجلس المحاسبه، عندك دي اس اس الاكس دي ار اس، عندك الشرطه القضائيه، عندك الدرك، يعني كل الأجهزة هذه تقوم بالدور نتاعها. لما عندك الجماعة هذو تروح أموال حولت ونشروا بها أوتيل أكثر من 100 مليون دولار في لاس فيغاس. مجموعة من المتهمين ما سميوش، لكن معلومات جاتني شراو أوتيل كبير في لاس فيغاس. ما نعاودو نبيعوه ونجيبو الصور. بالطبع. نبيعوه ونجيبو الأموال. بالطبع، ولا نعاودو نروحو نحوسو لتما في لاس فيغاس. بعثوا الشباب تاعنا يحوسو لاس فيغاس. ربما الشباب اللي في الجامعيين ربما يروحوا مباشرة إلى الفندق. كان جماعة شراو كذلك أوتيلات في أوروبا، كان ناس استثمارات كبيرة في الإمارات وغيرها من الدول. كانت بنما بيبرز معروفة. كانت خرجت أسماء ثقيلة منها وزراء في الجزائر اللي عندهم أموال، يعني نشأوا شركات في الخارج. يعني كل شيء هذا اوف شور. اذا في الامور هذه بكل معروفه، احنا ماناش حابين، احنا حابين القضاء نعطيو له الوقت نتاعو. احنا ماناش دوكا كان سوار الكتروني، يعني كي تحب واحد تخرجوا خليه يعني في ما ندخلوش في القضاء، يعني هما يعملوا شي يديروا. لكن احنا بالنسبه لنا لابد انه يتعمل ان اوديت حقيقي، سكون ابل تدقيق حقيقي، لابد تكون على عداله مستقله. القضاء بالطبع القاضي كيعود ما عندوش ضغوطات راح يدرس الملف، كاين خبراء وبالطبع يتخذ اجراءات اللي لازمه في الحكم هذا. لكن اما اذا كانت، ولكن اكيد حتكون اموال ما راهيش باسماء مستعاره. لا بالطبع، لهنا على قلت كان لازمك تعملي يعني تفتيش، سكون ابل انسبكسيون، تعمل تدقيق. لانه مو سهل، الناس هذو ربما حاط لي الدراهم نتاعو في سيتو في تحويل الاموال هذه في بنما، في ماكاو، في واحد الجزر جواهل المحيط الهندي، كاين شركه جواهل ماليزيا، يعني كاين تقنيات كيفاش يدخل ويخرج الاموال تاعو. تدخل يخرج اسماء مستعاره سي فريد، ولا اسماء باغ اكزومبل انا صاحبي سمير عندي 20 مليون دولار نكتب 10 على سمير. تدخل في سيب العربي. ديجا احنا راح حاصلين و10 نديرهم في الكونت تاع انيس. تقدر هذه ممكن. كيفاش تسترجع وانت على بالك بلي ماشي الاموال تاعك؟ لا الاموال هذه تتبع في التراسابيليتي. دوك الناس كي تقول عندك شعب الجزائري قال اعطيونا الاموال مثلا في سويسرا، كل جزائري عنده اموال اعطيهونا. انيسه عندها 10 مليون فوالا، كي يخرجوا الاموال او من اصول او من اصول جزائريه، يعني قادر يكون عنده باسبور جزائري وباسبور سويسري او باسبور جزائري او باسبور فرنسي. اوكي، قال لي من اصول جزائريين اصلا جبدهم ولا من اصول او من اصول جزائريه. بالطبع يعطيك يقول لك فلان بن فلان ما تعرفوش، تلقى عنده 30 ولا 40 مليون اورو. قال السيد هذا روح تلقى جزائري عندك 40 مليون اورو، منين جاتك؟ استاذ تسمى ما تكونش علاقه زعما، ماشي الزوجه تاعي ماشي الاخت تاعي، تسمى ما كونش قرابه ديريكت، تسمى يقدروا يتابعوا التراسابيليتي يقدروا ويريكوبيريو ولا يقدروا يريكوبيريو. مام كاين دي كونت ما كانش الاسم، تلقى غير ان كود. ان كود في دي كوفر فور سي دي كود، لازمك تجيبهم، يعني فيها بحث يعني مو سهله، يعني باش الانسان هذا تروح ربما تطلب في 24 على هذيك ممكنه مش سهله ممكنه. بالطبع بالطبع، احنا بالنسبه لنا الان نتكلموا الحاجه اللي راحوا منها اموال كثيره هي لا سير فاكتوراسيون. نعم، والشيء هذا معروف يعني من 99 حتى اليوم لا سير فاكتوراسيون. مثلا هذا الكاس يسوى 10 دولار نحطوا انا 20 دولار. نعم، والباقي نحولوا للخارج. لا ديفيرونس، احنا لو نحسبوا اذا دخلنا في الجزائر حوالي 1500 مليار دولار او 1300 مليار دولار، نحسبوا 1000 مليار فقط، ودنا لا سير فاكتوراسيون اونتر 20 و 30%، 30% عندك 300 مليار دولار راهي سير فاكتوري وراهي في الخارج. يخلع له شيفر سمير 300 مليار دولار. اردوغان بنى المستشفى هذاك الكبير تاع تركيا ما بين 10 و 12 مليار دولار. اكبر مستشفى في المنطقه. اذا فالاموال هذه اللي راحت لنا لابد من استرجاع تاعها بطريقه او بطريقه اخرى، لكن لابد انه تكون قرار سياسي، لانه المجموعه هذه لانه الجيش ما يعرفش السياسه. الجيش هي مؤسسه الخدمه، لا الخدمه نتاعو، الخدمه نتاعو العنف الضرب، يعني لما يكون عدو اجنبي لابد من تدمير العدو. اذا السياسه خطيه،
السياسه كما قالها وينستون تشرشل قال لهم لا غير اي كلكو شوز دو تري سيريو بور لا كونفيا دي ميليتار. نعم. يعني حاجه مهمه جدا باش نعطيو العسكريين العسكر. نعم. هنا موجودين عندنا كفاءات في الجيش. مهم. مستوى عالي صح، لكن ما لازمش يدخلوا في السياسه. نعم. السياسه خليها للسياسيين. نعم. والجيش يقوم بالمهام الدستوريه تاعو. نعم. ونرحبوا بمرافقة الجيش في الحراك هذا، لكن الوقت والفضاء مش في صالحنا. نعم. أنني فاهم فاهمهم. نعم. ربما يفتشوا على حتى 4 جويلية. ربما يقول لك باش ما نكونوش دولة موزية إن ريبوبليك بانانيير، لكن عندهم حتى 4 جويلية. إذا نعم. ما كحت قرار بالطبع راح نروحوا لإعلان دستوري إلى خيارات أخرى إن شاء الله. نعم. بالنسبة للأموال اسمح لي أستاذ. نعم. سيدي تفضل. وبالنسبة لمؤسساتهم اللي موجودة الآن كيف نديروا لهم؟ جوستومون هذا سؤال جيد. بالنسبة ما نديروش نفس الخطأ تاع الخليفة. الخليفة كانت عندها أصول مليحة وكان شركة لباس بها، رحنا حكمنا غلقناها. يعني كان قرار تاع رئيس الجمهورية. لماذا نعطيوها التاريخ؟ عطاوه أرابور أن فو رابور، عطاوه معلومات خاطئة وهز قرار خاطئ، لأنه كانت كثير من شركات خارجية حابة تدخل في رأس المال هذا. إذا نحطوا مجلس إدارة كونسيل دادمينستراسيون ونحطوا دي كوميسار كونت ولا دي كوميسار وزابور كي نحبوا نحلوا الكابيتال ونديروه ونسيروا المرحله هذه، لانه علاه في عمال يخدموا. ما تكونش رشوه اكيد باش نخلي مؤسسه هذه. لا المؤسسه لازمها تخدم. نحطوا مجلس اداره وين. نعم. وين الدوله توضع دو زادمينستراتور في شاك جروب ويحطوا محافظ حسابات سكون ابيل كوميسار كونت. يسيروا المرحله هذه بالطبع يدخل الاموال. اذا كان السيد هذا يقدر يسترجع الشركه تاعو اللهم بارك ويدفع خليهم بعد نفعلوا هذا. اذا كان الشركه هذه راح الواد وفيها امور ممكن انه الشركه. نعم. الدوله تأممها. نعم. او تبيعها من بعد اصول تاعها. نعم. تبيعها وشفناها كيفاش في تونس تمت يعني مصادره شركه العمال ما يتقاسمش بطريقه غير قانونيه. العمال بالطبع العقود تولي امر اخر. هذاك العقود لابد سي لو كا باركا باسكو كان عقود دفعت فيها اموال. يعني شركات كبيره كما هذه كانت عندها عقود مع الدوله ولا مع شركات بطريقه غير قانونيه. جوستومون لازم تشوف لو كاباركا اللي الشيء اللي خدمه ياخذ دراهمه. العقود ما زالت ما انطلقتش نجمدوها، واللي راهي في النص نشوفوا اذا كان شركات اخرى جزائريه تكملها او تكملها مع الشركه هذه. نعم. الفو كون ابل جيري لا ترانزيسيون، يعني تسيير مرحله انتقاليه للشركات هذه وما لازمش نغلقوها. ولي بو دفان هذيك حاجه اخرى. نعم. هذيك لازم لها هذيك لازم لها نعم. اذا سيد خليفتي لما نتكلموا على رجال الاعمال اللي راهم يعني حلوا عليهم دي زونكيت الان، ربما هل هما يعني كاين راهم متورطين نعم ام لا من بعد يجوزوا في المحكمه؟ ولكن هناك اللي يقول لك انا لما يدخل للسجن ومن بعد يخرج ويدي دراهمه ويروح يعني ما استفدت والو. يعني احنا الشعب الجزائري يقول لازم يرجعوهم كامل الأموال سنتيم سنتيم. سيد خليفة شوفي، أولا كما قال أستاذ بن يحيى احنا لازم نضعوا ثقتنا في العدالة الجزائرية وما لازمش نعلقوا على أشياء. قلت لك عندنا قرينة البراءة واللي عمل شيء يتحمل مسؤوليته، لكن ما لازمش نكسر الأصول. نعم. الأصول هذا هو الهدف، لأنه لو تكسر الأصول حتى لأنه الجزائر في المنظومة عندنا كثير من انواع الفساد في مجال الاعمال. كاين اللي يدير لا سور فاكتوراسيون لوكال، عنده عقد باش يبني مشروع ب 100 مليون دولار يفاوض ربح 400 مليون دولار وما ينجزوش. كاين اللي يدير لا سور فاكتوراسيون في لامبورتاسيون، كاين اللي يدي عقود غير قانون. كاين كل انواع الفساد، لكن الفساد هذا كان مفسدين في الاداره اللي مشاو معاه وفي السياسه اللي كانوا حامينه. اليوم لازم تكون عدالة مستقلة وعدالة يعني جوست، يعني باش نكونوا باش ما نقوش في الغلطات تاع العدالة الانتقائية ولا العدالة يعني الانتقالية. يعني لا جوستيس دو ترانزيسيون ني جامي بون. يعني نظن انه لازم تكون هناك يعني شفافية كما قال لك، لازم يعني السلطات يعني تاع العداله تقول واش هما الملفات واش واللي داري يخلص. لكن واش كنت حاب نقول تعقيبا على واش كان يقول سي بن يحيى، احنا لازم الجزائر ثاني لازم نتعلموا ما نكسروش ونتعلموا نديروا لو ترانزاكسيونيل، ستادير كاين يعني دي زاموند، كاين دي شوز اللي لازم
ممكن انه عمل حول 10 مليون دولار للخارج وهو عنده اصول هنا، نعمل له ان مونتا 100 مليون دولار باش يتعلم، باش ناخذ له من الاصول اللي عنده هنا. اديتهم ربي سهل عليك، لكن عندك اصول نعاود نحيهم لك وندخلهم للخزينه العموميه. كاين يعني 1100 طريقه، يعني مش السجن هو احسن طريقه، وكذلك وطريقه اللي راح تنقص الى اقصى درجه هي إصلاح المؤسسات الجزائرية. نعم. وإصلاح. نعم. كل النظم الجزائرية، من بنوك، من. نعم. من جمركة، من. نعم. من إدارة، كل الحلقات الاقتصادية. نعم. لهذا نظن حتى ولو حتى ما نمكنش اليوم، أنت شركات عندها. نعم. عندها مجالس إدارتها، تجي تقول له نعمل لك مجلس إدارة لأنه صاحب 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 الشيء راهو في السجن، لكن هو شخصية طبيعية، والشركة عندها شخصية. نعم. معنوية، هو ممكن هو يعني. نعم. كيفاش يقولوا أكسيونر، يعني مساهم بين. نعم. المساهمين. سيد حسن خليفتي، هل في الوقت الآن اللي نعيشوه لما نكون رجال أعمال، كونك رجل أعمال، لما تنوض صباحا باكرا أكيد يقول حسن خليفتي لا ربما اليوم يجبدوا اسمي في ربما يعني في قضية من القضايا، هل هناك تخوف حتى ولو كوننا يعني رجل أعمال أن نقوم به؟ هناك تخوف كبير من في يعني في الكوميونيتي دي زافير اون الجيري اون جينيرال، جزائريين ولا من الناس اللي من الخارج يعني اجنبيين، هناك تخوف كبير في عند الاداره، هناك تخوف كبير عند يعني مسيرين البنوك، لانه ما كان يعتبر عادي منذ شهور اصبح اليوم يعني محل شبهه. لهذا نقول انه ممكن كثير من الناس يكونوا مرتاحين لانهم عارفين كيفاش بناوا ثروتهم ولا كيفاش بناوا شركاتهم ولا كيفاش بناوا، لكن لانه هو عارف واش دار، لكن ممكن انه تكون هناك يعني تصفيه حسابات، ممكن انه هناك تكون انشاء سورسيير، ممكن هناك تكون غلطات. لهذا نقول انه لازم نتريثوا، لازم ما نبعثوش الناس هكذاك، يعني خاصه اسماء الناس في الفضاء الازرق اللي ويروح الحابل وبالنابل ويروح المحرم في المجرم. كاين ناس، انا نقول لك انا كرجال اعمال، كاين الاغلبيه الساحقه يعني بناوا شركاتهم بعرقهم وينوضوا الصباح الباكر. صح سيد خليفتي، الان الاسماء اللي راهي موجوده اليوم في الحبس، اعطينا اسم راك ربما انت تعرفه شخصيا وتقول انه نعرفوا انه السيد خدم وربما يكون باري. لا شوفي سمحي لي، انا لا ازكي الناس لانه يعني انا عندي علاقه يعني صداقه وعلى مع الرجال، كل رجال الاعمال. سي سعد ربراب انا نحترمه من مزان، لكن ما نقدرش نتدخل في العداله ولا في الملفات، انا ما نعرفهمش وما نقدرش نقول لك. انا نحترمه، يحترمني. سي علي حداد كان رئيس المنتدى. نعم. وكان عندي علاقات حميميه معاه. يعني رجال الاعمال يتعرفوا، انا نقول لك اليوم ما نعرفش اللي يكون هنا، نعرفهم، عندي عندنا علاقه، نتلاقاو. نعم. صباح الخير مساء الخير، لكن ما نقدرش نعرف الاعمال نتاعو، وما عنديش الحق انه نتدخل ونقول لك انه هو منزه ولا ماشي منزه. نظن انه كاين، اذا كاين عداله مستقله وعداله منصفه، اذا. نعم. الى ما عندوش، اذا كان ما عندوش حاجه. نعم. ينصف. نعم. ولا كان عنده حاجه يتحمل مسؤوليتها. لهذا نقول لك انه ما نقدرش، ما عندناش حق انه اليوم، بما ان الملفات هي امام العداله الجزائريه، لازم نعملوا ثقه في العداله الجزائريه. لو كان تعطيني دقيقه. نعم. يعني العداله الجزائريه حبيت نقولها لانه شهاده للتاريخ. أنا في 2014 كان عندي، من 2012 إلى 2014 كان عندي مشكل مع متعامل كبير، وكان يعني هذاك المشكل دار ضجة في الساحة، لكن نقول لك أنه يعني كانت هناك يعني رئيسة محكمة رئيسة يعني محكمة في بومرداس عندها شجاعة، يعني كل الضغوطات لازم نشوفه. نعم. مع سيد لا كل لاكور دو بومرداس، كل الضغوطات وكل الهواتف من مكتب الوزير. نعم. ومن الرئاسة. نعم. ومن مكتب رئيس يعني لاكور، يعني كان يضغط عليها، ونهار اللي وصلت قالت البراءة لسيد خليفتي، كان عندها الشجاعة. كان حتى مرة كان لما أعطتني البراءة كان هناك يعني قضية أخرى في نفس الآخر، أخرجت من الجلسة وأنا واقف، جاء خرجوها من الجلسة قال خلاص. نعم. جاء امر تخرجي من الجلسه. نعم. لان كان عندها شجاعه. لهذا نقول لك رئيسه الجلسه. نعم. اخرجت،
لهذا نقول لك انه حتى العداله يعني عن حتى القضاة حتى القضاة في السنوات السابقه كانوا هناك قضاة شرفاء، كانوا هناك قضاة كان عندهم شجاعه وكان قادرين يواجهوا كل الضغوطات. لهذا نقول لك ما نقدرش نقولوا كل القضاة كانوا يمشوا بالهاتف، وما نقدرش نقولوا كل رجال الاعمال كانوا فاسدين. ما السيخ اللي فاتي هذاك النهار غير انت اللي سلكت، هذه هي ربي سما لي جا سبحانه سما لي جا موراها ربي عالم. ربي. سيد بالعربي، هناك من يقول أنه كل هاد رجال الأعمال ما نتكلم على هاد الملفات، وإحنا نعرف أنه الملفات كلها معروفة في الجزائر، نقولوا لماذا في هاد الوقت بالذات؟ هل هو لامتصاص غضب الشارع أم بعد 22 فبراير نقولوا أنه دخلنا في مرحلة جديدة في الجزائر؟ نرجع لك للنقطة الأولى اللي قلت لك اكتسبناها من هذا الثورة الشعبية البيضاء، هو الوعي. الوعي عند الجزائريين يقول باللي نبدأ في بناء مرحلة جديدة، حتى العدالة اللي نحيو فيها الرجال الشرفاء، لأنه الجزائريين الشرفاء والنزهاء في كل مؤسسات الدولة، في الولاية، في البلدية، في الوزارات، في كل المؤسسات، في رجال الأعمال. ولكن كانت هناك طغمة فاسدة هي التي تحكمت في الرقاب، وعارفين باللي انتم سي لو بوفوار ماهوش الدراهم، سي لو بوفوار كي ديريج. ولما تمشي خارج الصف تلقى روحك مطيش في كاش ولاية، ولا يديروا لك ملف قضائي، ولا يديروا لك تهمة، لذلك الناس كانت تخاف. العدالة اليوم يجب أولا أن تسترجع استقلالها الحقيقي، لأنه حتى القوانين الحاكمة للعدالة ما تقدرش أنها بها تحاسب هؤلاء. الإجراء اللي كان مطلوب هو إجراءات احترازية على تهريب الأموال، على عدم الخروج إلى الخارج، على البدء في إجراء تحقيقات حقيقية وتأخذ وقت، لأن هؤلاء ملايير ملايير ملايير، ما داوش مليون ولا زوج، ومؤسساتهم كان اللي عنده 500 مؤسسة 600 مؤسسة، وقدروا يكون عندهم تدخل مباشر في قوت الجزائريين، في حياتهم الشخصية، في ممتلكاتهم. لذلك نظن لازم وقت به العدالة تقدر تخدم خدمتها. المطلب سياسي اليوم، لأنه كل المشاكل اللي نعيشوها في الجزائر سياسية. نعم. الجماهير كانت مطالبها سياسية بحت، لكن هناك محاولة للالتفاف، قال استنى نضيعوا شوية وقت، استنى نكسبوا شوية جماهير، استنى نحمي نفسي، قال ندخل الشعب في متاهة تاع كان محاكمات، جبنا فلان جبنا فلان، روحوا جيبوا الشخصيات السياسية المسؤولة عن هذا الفساد، ما تجيبليش أنا الضحايا، ما تلعبليش الغولة. قال قضية الخليفة، حتى اللي كان يخدم بنك مدير بنك في الخليفة وكان يمد الأموال كان خدام، ولكن المسؤول الحقيقي، وعارفين باللي وقت حكاية الخليفة كانوا مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية، استفادوا من ملايير واستفادوا من قروض ومن امتيازات لم يتم محاسبتهم ولم يتم معاقبتهم. نفس الشيء الآن، هؤلاء اللي راهم في السجن ولا اللي رايحين يتم التحقيق معهم كانت عندهم تسهيلات سياسية. نعم. من الفوق روح جيب الناس للفوق، هم الأولين نحاسبوهم، ومن بعد نبداو نتحاسبوا في باقي أعضاء العصابة. هذه المحاولات نظن حتى لو تروحي للقضاة يقول لك باللي موش وقتها، ولكن لا أخويا فريد، حتى القضاة عارفين باللي موش وقتها. كان المهم والأهم هو المطلب السياسي، هو أنه تكون عندنا رئيس دولة شريف ونظيف وثق فيه الجماهير، لأنه بن صالح الآن ولا واحد يثق فيه، نحطه رئيس حكومة. أنا شخصيا أزكي أمام الملأ عبد العزيز رحابي أنه يكون رئيس حكومة وزير أول. هل يقبل هو التزكية حتى ولو أنا شخصيا أزكيه؟ نعم، شرح له سؤال ولكن هو قال لك أنا شخصيا أزكيه كرجل دولة له من الخبرة من التجربة يحوز على توافق. نظن كنت عود هناك إرادة حقيقية يقبل. نعم. أنا متأكد لو تكون هناك إرادة حقيقية ما وش حط له بن صالح، يعني تجيب له شخصية رئيس دولة وتحطه هو وزير أول راح يقبل، لأنه الجزائريين لما يستدعي الواجب الوطني راح يكونوا في الميدان. كما الشباب كانوا في الميدان، هؤلاء المسؤولين لو يستدعي الواجب الوطني ويعرف أنه عليه مسؤولية كبيرة راح يتحمل المسؤولية. حط لنا رئيس دولة شريف نظيف قادر على إدارة المرحلة، حط وزير أول قادر يسير هذه المرحلة، أجيب ليش الربوج. نعم. ماوش حكومة البريكولاج. عندك أسماء أخرى عدا سيد رحابي؟ أنا لرئيس وزراء أنا أذكر رحابي. رحابي وشكون رئيس دولة تشوفه أنت في مرحلة انتقالية؟ شخصيا نشوف حمروش. شخصيا نشوف باللي مولود حمروش
كرجل عسكري سياسي متمرس. حتى ولو طرحوا هذه الاسماء ولكن طرحوا هذه الاسماء، لكن هل بتشوف سبيل انه يقول لك البعض يقول لك انه نهضروا على التشبيب بعد نروح نجيبوا وانا نحترم سي حمروش يقول لك الناس هذا في نفس السن اللي انا اجيب يكون واحد عنده خبره مع التأطير. مؤسسة اللي من 58 وهي اللي تعين في الرؤساء بالغ واللي عليها مسؤوليات داخليه وخارجيه والوطن يحتاج شخصيه ثقيله تقلد مسؤوليات في الدوله. يعني ما نقدرش نجيبوا شاب في عمره 40 سنة عمره ما تحكم في مسؤولية ولا ما كانش عنده منصب في الدولة وتعطيه رئاسة الدولة، لأنه يعني عندك علاقات داخلية، عندك علاقات خارجية، عندك بيقول واحد كان في السيستم. نظن باللي هذا أبعد من السيستم في التسعين، لكن كان في 91 لكن كان فيها سابق. ولكن في وقته كانت عنده محاولات لإجراء إصلاحات حقيقية، إجراءات في الإعلام، إجراءات في الاقتصاد. نتكلم على المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية. لا لا شوف أنا شاطر. المرحلة هذه ما لازمش. أنا رأيي الشخصي حاجة، لكن شوف. كان بزاف من الناس اللي يقول لك سي حمروش يقول لك تابعوا لهذا الشيء. هذا رأيي الشخصي وتحمل مسؤوليته. هو اللي مرحلة انتقالية قصيرة. نروح أبعد من ذلك، أنا نتمنى. ودي تانية تلاقيتها من الشباب بزاف في الشارع، أنه الانتخابات الرئاسية الحقيقية تكون يوم 22 فيفري 2020. لأنه 22 فيفري. هذا يكون مدة طويلة سيد العربي. لا مش احنا رانا في أفريل، منا الفيفري كانت 8 أشهر. 8 أشهر. ب 8 أشهر الشباب هذوما اللي رانا كل حضروا أنفسنا للمرحلة القادمة. نفتحوا الباب للمترشحين، لأنه مادا بينا نشوفوا مترشحين جدد، الشباب يروحوا يماركيو في الفوت، نعاودوا النظر في قانون الانتخابات، اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويقدموا لنا البرامج تاعهم الرئاسية وهذا الشيء مهم. نروح أبعد من ذلك، أنا متأكد أنه المرحلة القادمة الشباب احنا غيرنا ماناش راح ننتخبوا على الأشخاص، ما ننتخبوا على المشاريع. نعم جميل جدا، لأنه هذا هو الشيء اللي خصنا السيد. نحن نريد بناء مؤسسات. الرئيس موظف في مؤسسة اسمها مؤسسة الرئاسة إن شاء الله، وهذا ما نتمنى. السيد بن عمر مرحلة انتقالية قال لك ربما حيكون في 22 فبراير 2020 ربما حتى 8 أشهر حوالي 8 لا 22 سمبوليك. نعم 22 فيفري 2019 22 فيفري 2020 مدوها لنا بالك جوغ فيغي ما نخدموش فيه بالخميس ما تخدموش لا لا أظن المشكلة ليس مشكلة أسماء وأشخاص. نعم هي مشكلة ماذا يا سي بن عمر؟ هي مشكلة نظام سياسي، الشعب يريد التغيير الجذري والسلمي لهذا النظام، وما نظنش ماذا بينا تفرى في 8 شهور. ما نظنش ان في الجزائر في المرحله الانتقاليه ولا رحنا ليها ان شاء الله في 8 شهور نعاودوا نولوا. هي ليست كافيه 8 اشهر اظن ليست كافيه كمرحله انتقاليه. اظن ليست كافيه للعوده الى المسار العادي لاعاده انتخاب المؤسسات. لا المشكل تاع الحق التأسيسي للشعب الجزائري هي حتمية تاريخية. كاين مشكلة في 1962، ما راناش في السانكيام الموندا اليوم. نعم. أنا في الموندا الأول من 1962 حتى اليوم أن سول موندا افيك دي تيت ديفيرونت. دونك لو شونجمون دو سيستيم تو لو كومول توت لا كومولاسيون اللي صرات من 62 لهنا كومون رومونتي لا بونت إنو فو أن بو دو تون. مام لو ديكليك بسيكولوجيك اللي صار 22 فيفري، صح ديكليك بسيكولوجيك، الشعب خرج الملايين خرجوا في الولايات، لازم نعطيه الوقت للنخبة السياسية الجديدة واللي كاينة درك تعطيه معنى سياسي، تعطيه اون بيرسبكتيف بوليتيك باش نعاودوا العمل السياسي العادي. هذا بون رأيي على 8 شهور ولا العام الجاي ما يهمش. المهم أنها هي مسألة نظام سياسي ماشي مسألة رئاسة الجمهورية ولا البرلمان ولا مجلس الأمة ولا شيء آخر. في الأفافات وش اقترح؟ نروحوا للمرحلة الانتقالية من 62 حتى 63 حنروحوا على المرحلة الانتقالية. كيفاش؟ أولا الشيء الأول باش نروحوا إلى مرحلة انتقالية بصفة سلمية. أصحاب القرار لي ديتونتور دو بوفوار ريال لارمي العسكر لارمي دواف ريبوندر على لابيل دو بوبل. هذه هي الحاجة الأولى، ماشي يحاسبوا ربراب ولا الآخرين كما قلت راهم في 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 أشياء ربما ماهيش أساسية اليوم تقدر تسنى. سيد بن عمر أنت ضد محاسبة سيد ربراب؟ لا لا
أي واحد دار حاجة يتحاسب. لكن رانا ضد أي محاكمة سياسية، أي محاكمة من أجل تصفية حسابات ولا من أجل امتصاص، هي تصفية حسابات من أجل امتصاص نوعا ما غضب الشارع. قلت جنرال، وزير، مواطن بسيط، مناضل سياسي حقوقي تاع الأفسيو، جزائري عنده كل حقوقه، عنده حق في الدفاع، عنده الحق في دوزان بروسي إكيتاب. هذا ما كان من دفاع لا حتى واحد يجون كونت لا سؤال عاود نقول لك سؤال تاع أنيسة، ما تشوفش انه كان فيه تحرك اكثر من الناس لما القي القبض ولا كي راح سي كوم سابل تاع الجروب سي فيتال بارابور او زوتر اريستاسيون؟ ما تشوفش انه فيه كان فيه تحرك وين ولاو يقول لك علاش دور براب؟ لانه كي تشوف انه المواطن الجزائري ما كاش سيتوايان اي ان سوبر سيتوايان، الا كانت عداله العداله على الجميع، كي اللي سوا 4 ملايير دولار كي اللي سوا ما عنده والو. كي تكون عداله يا خويا الا درت تخلص، الا ما درت والو نورمالمون من هذا المفهوم. لانه فيه بعض الناس اللي خرجت قالت لك علاش دور براب وما داوش شخص اخر. لا ما رانيش في هذا المنطق، جو سي با دون سيت لوجيك. قلت في الاول بلي النظام مازال ما تغيرش والعداله الجزائريه مازالها العداله الجزائريه. نعم نفسها. كاين الشرفاء، كاين قضاه عندهم الشجاعه، عشتها شخصيا. نعم. مي العداله الجزائريه هي العداله الجزائريه هي العداله الجزائريه. دونك نقولوا نقولوا بالموضوع، المرحله الانتقاليه تبدا بالشعب راه ينادي من؟ نعم. راه ينادي من؟ لازم يكون جواب. الجواب الاول هو البقاء دون لا فوا كونستيتيون، الحل الدستوري. الشعب راه رافض الحل الدستوري، دونك لازم يكون جواب اخر، لازم النظام يقبل روحه المرحله الانتقاليه. نعم. اذا نبقاو في هذه النقطه، مرحله انتقاليه سيد فريد بن يحيى، مرحله انتقاليه، اذا هل من الجانب الاقتصادي هل هناك خريطه طريق اللي يعني باش نكونوا مثبتين في مرحله انتقاليه بلا ما نزعزعوا الاقتصاد الجزائري، بلا ما نزعزعوا المؤسسات الاقتصاديه اللي تعيش منها الجزائر، حتى ولو تنويع الاقتصاد الجزائري بباريل البترول اللي راهو يعني نازل، يعني هذا طلع شويه طلع شويه. نعم ولكن هذا الشيء صعيب، ولكن هل هناك خريطه الطريق باش ما نخوفوش اليوم الجزائريين على هذا الحراك اللي كان سلمي؟ كي تعود كان ازمه سياسيه، اون كريز بوليتيك، يفو تكون اون سوليسيون بوليتيك، حل سياسي. لو جوريديزم هذا القانون باش نبقاو في الاطار الدستوري نوع من الحلول، ما نقولوش موش حل، انه نشوفوا في الجهه الاخرى. الجيش خايف في العوده الى سنه 1991، خايف لا تصرف فيه مشاكل، إذا وخايف كذلك من ضغوطات أجنبية. لو يخرج على الدستور كل الدول الأجنبية وخاصة بما فيها فرنسا يطيحوا على الجزائر، قال خرجوا على الدستور وهذه تعتبر انقلاب عسكري وكذا وكذا. إذا فالحاجة الأولى شكون هو من أكبر المفكرين في الميدان هذا كي تصرى يعني أزمات سياسية؟ هو الفيلسوف الألماني كارل شميت. كارل شميت عنده عدة كتب ويتكلم على ترانزيسيون هذه، يعني كيفاش، وشاوروا حتى من فرنسا لما مرت بمرحله يعني تاع 58 استشاروا كارل شميت. امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه استشاروا كارل شميت. اذا فكارل شميت عنده نظره حقيقيه للامر هذا. كارل شميت يتبنى نفس النهج اللي كيتكلم عليه السي بالقاسم هنايا، هي انه لابد يكون تجميد الدستور، اعلان دستوري ومرحله انتقاليه، لانه يقول لك لو تستمر في نفس الدستور ممكن يكون مشاكل. هل حنا رانا باستطاعتنا باش نروحوا للمرحله هذه؟ يعني هذه سي سكون ابل لا سوليسيون ايديال، هذا يعني افضل حل. لكن اذا كانت المؤسسه العسكريه اللي ترافق في الحراك في الثوره البيضاء تقول لك نشوف الحل في اطار الدستور، ممكن ان يكون حل في الدستور، لكن باستقاله السيد رئيس الحكومه بن صالح اولا، استقاله نتاعو رئيس الدوله، وبالطبع راح تكون اجراءات لابد كثير من المواد تعدل، 4 أو 5 مواد تعدل في الدستور الحالي، خاصه بالنسبه لقانون الانتخاب، بالنسبه للمجلس يعني الاول لا كوميسيون ديبوندون تاع المجلس المستقل تاع اجراء الانتخابات، يعني الامور 4 أو 5 نقاط تعدل، واختيار شخصيه توافقيه كما ذكر الاخ سمير هنايا، قال نشوف مثلا مانيش عارف مولود حمروش، سي مولود حمروش
أو عبد العزيز الرحابي كوزير أول، ربما جماعة طرحوا اسم أحمد طالب إبراهيمي كذلك، طرحوا السيد أحمد بن بيتور، يعني فيها مجموعة أسماء. السلطة هي تتكلم معهم بكل وتشوف شكون الأفضل، هادو كل مقبولين شعبيا. ولكن سيد فريد بن يحيى لو كان هادو رفضوا، لأنه أسماءهم دولة كثير إرادة سياسية ما يرفضوش. شوفي بوضيافة ربي يرحمه كان رافض، السيد آية حمد لما صارت في 91 تكلموا معاه السلطة هما الأولين رفض، لكن لما ضغطوا على بوضياف قالوا الجزائر في حالة وكذا، رغم أنه 30 سنة وأكثر من اللي كان خارج الحكم، فرجع الناس هذو تحكمهم لما يكونوا يشوفوا باللي الشعب يطلبهم، لأنه لو يرفضها راح تعتبر خيانة الشعب نتاعك. لا بالطبع، وزيد هذه مرحلة انتقالية ما قلناش كون رئيس، لأنه بحكم السن تاعهم بحكم يعني الأمور كثيرة، الناس هذو يقدر يحكم لك سنة أو سنة ونص على الأكثر، لكن ما يقدرش يحكم لك مرحلة تاع 5 سنوات كثيرة. مرحلة انتقالية تكون بطريقة انتقالية بالطبع. ولازم نوضعوا رئيس حكومة أو وزير أول مع حكومة تكنوقراطية، كان خبراء ما يكونوش الناس تاعهم سياسيين. إذا فالحكومة التكنوقراطية هذه لابد أنها تعمل سكون أبال لو بلون دورجونس، البرنامج الاستعجالي، لأنه في أمور استعجالية. شغل واحد تدير طبيب يتقلب زي واحد مبرز يدار حادث سيارة مش كيف. إذا فاحنا لازمنا مخطط استعجالي، وحنا كجزائر كخبراء نعرفوا نعملوه في 6 شهور نعملوه، كان مرحلة متوسطة كيفاش نعملوها ومرحلة طويلة المدى. إذا فهنا التخطيط هذا لازم يكون خبراء يضعوهم في الحكومة هذه في أقرب الأجال. ونقطة أخرى كذلك مهمة جدا، أنه المؤسسة العسكرية كذلك بالنسبة للوزارات تكون عندهم تواصل، سكون أبل لا كوميونيكاسيون. إحنا في الولايات المتحدة نشوفوا الناطق الرسمي باسم البنتاغون، الناطق الرسمي بوزارة العدل، الناطق الرسمي بوزارة الصحة، الناطق كل وزارة عندها ناطق رسمي تاعها. لازم يكون تواصل ما بين الشعب، ما بين الشباب وما بين الدولة. إذا ما كانش فيه تواصل يعني في الكلام فبالطبع ما نروحوش بعيد. إذا فهنا هذه مخطط الأول اللي كان يتكلم عليها السيد حل، كنت كيتكلم عليه كارشميت وغيرها، كذلك في الإطار الدستوري فيه كذلك حل. ولا هنا لازم بد على قيادة أركان لأنها توضع هي والرئيس الحالي يعني السيد بن صالح يدعو سكون أبل أن كونسي كونسلتاتيف، مجلس استشاري اللي هو يوضع البرامج هذه ويفتح حوار مع هذه الشخصيات ويوضع مخطط. لابد ان يكون مجلس استشاري يوضعه في اقرب الاجل. ولكن حتى ولو راح يكون هذا المجلس سيد فريد بن يحيى بن صالح مرفوض وسط، لا معليش لا قبل يقول كان المجلس الاستشاري، لا يكون في اسبوع، في ظرف اسبوع اسبوعين. نعم. لانه راح يمشي ويستقيل يستقيل قبل 4 جويلية، حتى اذا مشى حتى 4 جويلية فانتهت صلاحيته. نعم. هذا المجلس الاستشاري لازم يكون، لانه ما بقاش الوقت. نعم. المجلس الاستشاري هذا هو اللي خطط، يكون يعمل في الرئاسة وهو اللي يعمل التخطيط الاستشرافي. نعم، هذا اذا حبينا نبقاو دستوريا في الحل الدستوري. وصلنا لنهاية البرنامج سيد خليفتي. اذا اذا وش هي شركتك اليونس اسيورانس؟ الحمد لله شركة أليونس بكل رغم الضغوطات والعراقيل والتمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص وتهجم بعض الولات علينا بسبب الحراك وين لغاو لنا عقود. ما بدناش إشال لأنه على بالنا ربما أنه هناك تضييقات يعني وضغوطات تضييقات، لكن الحمد لله يعني شباب راهو واقف في الميدان، يعني فلانه احنا شركه موجوده على المستوى الوطني. يعني احنا نحاولوا ان نواكب تطور الشركه ب يعني بطريقه سلسه بتطويرها يعني خاصه في الاعلام الالي، لا ديجيتاليزاسيون والابتكار والمنتجات الجديده. لكن احنا كنا يعني قادرين نمشيوا اكثر، لكن المنظومه اليوم قطاع عام مهيمن، وكذلك عدم وجود يعني العدل في 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 لا كونكورنس يعني منافسة يخليه. لكن امور ان شاء الله احنا عندنا امل كبير ان الامور تتغير واللي يكون يعني والبقاء للاحسن والاجدر. اذا حسن خليفتي لو كان راح يكون على راس الاف سي او، يعني ان السلطه السياسه في جهه والاقتصاد في جهه اخرى. الاقتصاد الاف سي او لازم يبقى في تطوير المؤسسات وتطوير المناخ الاقتصادي. نعم. وال يعني لي كونفيكسيون بوليتيك او القناعات السياسيه تبقى من يعني دي دومين بريفي، يعني كل واحد عنده قناعته
ويتحمل مسؤوليتها. سيد خليفة تنطرح عليك سؤال، لأنه لو كان تكون على رأس الأفسي ربما تصحناش يعني بلاتو كهذا. سيد خليفتي، إلى رجال الأعمال يمدوا لهم أموال من أجل شركات ضخمة، هل هاد رجال الأعمال ما لازمش هما اللي يديروا الحافلات في المدارس في المناطق الهشة والمناطق البعيدة اللي أبنائنا يروحوا في فوق الغرقة يمشي وللمدارس تاعهم وما كاش كليماتيزور وما كاش ربما تدفئة لهاد أطفال الجزائر؟ أولا كاين سؤالك فيه جزئين. أولا رجال الأعمال من الأهداف اللي تكون في الجمعيات هذه أنه رجال الأعمال يكون عندهم دي فالور إدليتيك. أولا يحترموا القانون، يدفعوا ضرائبهم، يأمنوا عمالهم، يعطوهم يعني القيمة الاجتماعية داخليا. ثانيا كاين ما يسمى لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دو لونتربريز، لا ار اس او، لا نورم ار اس او، سيتادير سي دي نورم انترناسيونال اللي رانا نشوفهم، وين الشركات تعاود ترجع جزء ولا رجال الاعمال يرجعوا جزء من ما تعطيهم لا سوسيتي. هذا نقول انه من بين الاهداف دو لا ريفونداسيون دو اف سي او ولا دو باترونا quel que soit, même si ce n'est pas le FCE, ce sera le patronat, c'est de refonder le pacte social entre les chefs d'entreprise, l'entreprise et la société. هذه الشركات راهي عايشة منها وخارجة من رحم هذا المجتمع باش أولا يعني تخلق مناصب شغل، تخلق ثروة، تحترم القانون، تدفع الضرائب، تؤمن اجتماعيا وتساهم في رفاهية المجتمع وبينهم هذو اللي ذكرتهم. إن شاء الله ممكن. لأنه بهذه الأموال من جهة، وشفنا أنه الفارق في هناك طبقة يعني الغنية جدا وهناك طبقة الفقيرة، الطبقة المتوسطة يعني تكاد ما كانش في الجزائر. إذا وصلنا نعود نبنى العلاقة. نعم إن شاء الله وهذا ما نتمنى. نعم سيخلي فاتي قبل ما حبي يقول على بال الجرأة تاعو اللي عجبتني سي بور سا جو في لابوزي، حبي يقول اف سي يو اللي تكون مام 2010 ولا 2000 اف سي يو من 2000 2000 حتى 2018 نقولوا 18 سنة، كاش كيلا ابورتي ليكونومي تاع البلاد ولا البلاد ديريكتور؟ غادي نعاودوا برنامج. لا 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 شوف ودون كيما يقولوا سي با زعما اون اتاك للرئيس بالا. شوف انا نعطي لك ارقام باش ما نشوف رجال الاعمال في الجزائر. افسيو انا نتكلم على رجال الاعمال وقطاع خاص. اليوم اكبر موظف في الجزائر قبل الوظيفه العموميه هو القطاع الخاص الجزائري. اكبر منتج للثروه من غير البترول هو القطاع الخاص الجزائري، 70 الى 80% من الثروه يعني لا فالور اجوتي اور هيدروكاربور اور اغريكولتور. اذا اليوم اكبر يعني المصدرين بعد سوناتراك هو قطاع الخاص حتى بكل عيوبه، يعني بكل عيوبه. لهذا نقول انه الاف سي يو مثلا اليوم يمثل 40 مليار دولار يعني رقم اعمال، يعني 400 الف منصب شغل. يعني هذا الجزء اللي كان في الاف سي يو، ما ننساش باللي الاف سي يو ما يمثلش كل رجال الاعمال الجزائريين. لهذا نقول انه الاف سي يو ولا كل الباترونا ناسيونال لازم فيه مفسدين معروفه وفيه اقليه، لكن الاغلبيه بنت شركاتها اجيال عند اجيال، واغلبيتها عندها نفس المشاكل، نفس البيروقراطيه، نفس يعني الصعوبات، ويعني وهي تاقلمت مع مناخ كان موجود. ان شاء الله الجزائر الجديده هذا المناخ يتغير ان شاء الله. نكملوا بصوره الاسبوع اللي كان يمدوها لي من غرفه البث لا ريجي. نعم يمدوا لي صوره حتى يعلقوا لي عليها الضيوف في كلمه. اذا سيد خليفتي نبداو بك كلمه. والله رحمه الله عليه مش نقول. نعم سيد بالعربي، اولا رحمه الله الشيخ عباس المدني رحمه الله المجاهد، نعزي عائلته ونعزي كل الانصار وكل متابعيه، وان شاء الله نزربو نكملوا حسابا نحضروا الجنازه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اذا سيد بن عامر، ربي يرحمه كان مجاهد دا اول نوفمبر ميليتون دو بي بي ا، ربي يرحمه ويوسع عليه وناراتي لو فيرج تاع 92. نعم. اذا سيد فريد بن يحيى تعليقك. نقول رحمه الله عليه لانه مجاهد قام بالعمليه مع الكوموندو تاع علي حجا في 1954، وبعد 17 يوم القي عليه القبض. نعم. يعني جو 7 سنين سجن في الثوره، واسجن في عهد هواري بومدن عده سنوات،
وتم سجنه 12 سنه، يعني كل حياته كانت مكرسه الى. لكن لما نشوف المرحوم السيد عباس المدني نتفكر كذلك كيفاش كثير، المفدي زكريا كيفاش كذلك توفى ربي يرحمه في الظروف نتاعو، وكذلك محمد اركون الذي دفن في المغرب، وكثير من الجزائريين اللي الجزائر نقول بكل صراحه همشتهم حتى وان كان معارض، لابد من احترام الراي والراي الاخر. اذا فاحنا نقول الجزائر الان في المستقبل في هذا الشباب يعني ان شاء الله، وفي كل رجال الخير نتاع الجزائر ان شاء الله نبنيو دوله ديمقراطيه بالتنوع على السلطه باحترام كل الافكار. نعم. وان شاء الله نروحوا الى جزائر جديده ان شاء الله. اغيلاس ربي يرحمه، ولازم يعرفوا الجزائريين لازم ما نخلطوش في الامور. كان ثوري، كان في الثوره الجزائريه، والمسار السياسي كل واحد والمسار تاعو، كل واحد الاختيارات تاعو، ربي يرحمه. اذا نعزي عائله عباس المدني، يبقى انسان شارك في الثوره الجزائريه، ومع اختلاف افكارنا نبني الجمهوريه ديالنا، الجمهوريه الجزائريه. كلمه للجمهور له يشوف فينا السيد خليفتي. والله عندنا امل كبير ان نبني جزائر جديده، جزائر الحريات، جزائر الديمقراطيه، جزائر المؤسسات. نظن احنا اليوم احنا ممكن احنا نعتبر جيل مضحى به بالنسبه للشباب هذو، لانه اليوم الجزائر هي جزائرهم. وحنا اليوم لما كان اول خرجه يعني للحراك، انا كان عندي ابني الصغير حملته قلت له انا اخرج من اجلك، من اجل مستقبلك، لانه مستقبل في الجزائر. كلمة أخيرة. أنا حاب نسقسي الشباب سؤال برك يجاوبوني، مازال عندكم الصبر؟ مازال كاين الإرادة؟ مازال كاين العزيمة؟ فأنا نظن باللي هؤلاء الشباب اللي أعادونا الأمل هم قوة كبيرة. والشباب في الجامعة نقول لهم تحرروا. ندد بالمناسبة ببعض الممارسات في الجامعات وفي بعض الإدارة اللي رفضت تمد رخص من أجل تنظيم محاضرات. نظن هذه ممارسات قديمة، تحرروا يعني. تقفل عليا الجامعات، تقفل عليا قاعة الأفراح، راك تلقاني في الشارع. الحمد لله الشباب راه موجودين في الشارع. نقول أيضا أنه ما يقال في الفيسبوك وما هو موجود في الشارع مختلف تماما. بعض محاولات الفتنة والتشويه والتخويم في الفيسبوك تافهة، والناس هاتفين، لأنه الأصل هو الشارع. المستقبل لكم يا شباب. يعطيك الصحة سيد بن عم، سيد بالعربي. سيد بن عامر، ربما ماناش حابسين، ماناش حابسين. سيد بن عامر، كلمة أخيرة الناس اللي راهي تشاهد فينا اليوم. نتمنى أن الحراك يستمر ويبقى سلمي حتى الوصول الى الهدف المبتغى، الى المبتغى اللي هو تغيير النظام والذهاب الى دوله القانون والى جمهوريه ثانيه عبر انتخاب مجلس تاسيسي. ونطلب من الشباب الانخراط في السياسه، ليس فورسيمو في احزاب سياسيه، كاين الانخراط في السياسه والاهتمام بالسياسه، لان الاقتصاد والاجتماع والثقافة وكل ما يجري في اليوميات نتاعنا مسير من طرف السياسيين ومسير بأفكار سياسية. دونك وثانيا لقادرين، بارس كاين عقدة في بلادنا، أي جزائري قادر يدخل في أي جمعية تاع حي، يدخل في جمعية تاع البيئة، في جمعية تاع أي جمعية. نعم. لكن الذهاب الانخراط في حزب سياسي ولا مشكلة. نعم. ولا مشكلة كبيرة. كم من الجزائريين عندهم هذيك المودون بلوا، خاطيني السياسة، خاطيني البوليتيك. نعم. يجب بالعكس. نعم. الاحتكاك مع الأحزاب، يجب الانخراط في أحزاب. نعم. سياسية وبنائها. نعم. وتجديد وتجديدها. نعم. وعصرانتها. سيد بن عامر، لو كان شاف أي تحمد هاد ربي رحمه إن شاء الله هاد الانشقاق داخل الحزب الأفافاس، ما تقولوش أنه ربما يعني وش صار داخل الحزب خطير جدا؟ سي الحسين الله يرحمه. نعم. شاف بزاف انشقاقات داخل حزب. نعم. الأفافاس، وأي تحمد كبير على الأفافاس. أي تحمد واش ما شافش الحراك تاع الشعب الجزائري كان يسنى فيه منذ 63، ساهم فيه بالكثير. شكرا على هذا. وكما قال زحد، والشارع تاع أحمد
كامل الشعارات اللي رافدين الجزائريين اليوم هما شعارات تاع حسين اي تاع احمد. نعم شكرا سيد بن عمر فريد بن يحيى، عطينا هكذا بصيص امل في الاقتصاد الجزائري انه الحراك كان ثوره بيضاء ولكن ربما نقدروا نجوزوها سلامات هذه المرحله اللي جايه. لا ان شاء الله، احنا بالنسبه لنا الثوره البيضاء والثوره السلميه والثوره المباركه ان شاء الله تستمر. الحاجة المليحة في هذه المسيرة الكبرى للشعب الجزائري هما تطبيق، تعجبني كلمة قالها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، يقول لك وقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. إذا فالخيانة كي تعود في مول الدار صعبة جدا، وكذلك العهد نتاع الشهداء اللي مدوه المجاهدين وكثير من الرجال اللي حروا هذه الجزائر، ان شاء الله احنا مع الشباب هذا نكونوا مرافقين معهم ان شاء الله لبناء الجمهوريه الجديده، وتكون ان شاء الله قوه من قوى الدول ان شاء الله، يكون ان دراغون او اسد من الاسود اللي تطلع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا وفرق. فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي. اذا اغيله مقران في 30 ثانيه اعطيني الختيمه. نشكر الضيوف تاعنا، سي ان بليزير دافوار ان بلاطو باغي. انيسه شوفي الله يبارك، سي خليفاتي، سمير العمري، سي فريد. دونك العمري ما نعرفوش. إيه معليش ما نعرفو شخصيا، نعرفو على بالي بلي كفاءه في ولايه بومرداس والبلديه تاعو كاع يحبوه الله يبارك. لانه نائب البرلمان ينزل لخدمه البلديه هذا شرف. فوالا صحيح صحيح. هذا اللي يسمع سامي. ان شاء الله انيسة ان شاء الله نلحقوا لبناء جزائر المؤسسات لا جزائر الولاء. نعم شكرا. والاراده اراده سياسيه وسياسيه وسياسيه. نعم اذا عندنا اميلات في كل مره، عندنا هكذا لي ديديكاس، ونوعد مشاهدينا ان نكملوا شاكم ترسلونا في شهر الفضيله حين نديروا ربما حيز لكامل لي ديديكاس دياولكم. اذا نقولوا مبروك لعائله وطار وعائله حديد. اذا وطار لونيس وحديد ساره مبروك عليكم، الصبي الكتكوت والطار ايوب يتربى في عزكم ان شاء الله. نتمنى لكم حياه سعيده. اذا مشاهدينا ملابس انيسه من محلات لوكسوري 61، بقوا دائما اوفياء لقناه الجزائريه وان قناه كل الجزائريين لبرنامج واحد برنامج